السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بفضله وهب لنا العلم وجعله نورا نهتدي به في جميع أمورنا، ونسأل الله العظيم أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين. وبعد، نرحب بجميع الحاضرين أجمل ترحيب مع حفظ الألقاب والمناصب والرتب في أمسية جميلة مباركة يملأها التفاؤل والأمل بغد أفضل. معكم محدثتكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية من كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصل العراق. وتتشرف منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين أن تقيم هذه الندوة العلمية الدولية وبرعاية جامعة تعز ووقف الذكاء الاصطناعي وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة لمنصة أريد الدولية، أن نقدم لكم ندوة القانون الدولي والذكاء الاصطناعي في ظل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعرفة التحديات القانونية التي تواجه مسار تطور الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، وكيف يمكن للقانون الدولي أن يواكب التغيرات ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر في ظل هذه الثورة الصناعية الجديدة. فالقانون الدولي هو الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الدولية في عصر الثورة الرقمية. وسنبدأ على بركة الله مع نخبة مميزة من علمائنا الأفاضل لتسليط الضوء على الفرص والتحديات المستقبلية. وسنبدأ مع كلمة ترحيبية مشوقة لسعادة الدكتور سيف السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية للناطقين باللغة العربية، وله كل التقدير والتحية للانضمام إلينا اليوم. فالدكتور سيف السويدي طبيب أسنان عراقي حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان من جامعة ملايا في ماليزيا، والمشرف العام على مؤتمرات المحفل العلمي الدولي، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية صناع الوعي، وله العديد من المؤلفات والكتب المنشورة. تفضل دكتور سيف، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذه الندوة الطيبة المباركة، ندوة القانون الدولي والذكاء الاصطناعي. حقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي يعتبر الشغل الشاغل الآن للمؤسسات والدول والجامعات، و يعني منصة أريد مهتمة مؤخرا يعني منذ العام الماضي وهذا العام بمواضيع الذكاء الاصطناعي وصلتها وعلاقتها بباقي العلوم. فالآن موضوع الذكاء الاصطناعي وصلته بموضوع القانون والقانون الدولي، فصراحة أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة تعز في الجمهورية اليمنية على رعايتها لهذه الندوة، وأتقدم بالشكر إلى سيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعيبي، كذلك الشكر موصول إلى وقف الذكاء الاصطناعي وفريق وقف الذكاء الاصطناعي على رعايتهم لهذه الندوة العلمية. ستتضمن مجموعة من المداخلات والمحاضرات، أهمها واحدة حول موضوع قانون الذكاء الاصطناعي يقدمه الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر التومي، كذلك مداخلة حول موضوع الموازنة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تقدمه الأستاذ المساعد الدكتور صالح حسين علي عبد الله، ومداخلة هامة جدا حول موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل القانون الدولي فضيلة الدكتور المعماري علاء قاضي، وكذلك محاضرة ومداخلة حول موضوع القانون الدولي أمام فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي يقدمه الدكتور عبد الهادي الخضراوي، ونختتم حقيقة بمداخلة هامة حول موضوع دور القانون الدولي في الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي يقدمه الدكتور محمد رفيق مؤمن الشوبكي. هذه تقريبا هي إن شاء الله تعالى الندوة التي ستعقد في هذا اليوم، نتمنى حقيقة أن نستفيد منها جميعا. أرجو إثراء هذه الندوة بالمداخلات بالمشاركات، وأن حقيقة تتوج هذه الجهود بكتاب تحت نفس عنوان الندوة،
حول موضوع القانون الدولي والذكاء الاصطناعي، فعودتنا منصة أريد وفريقها على أن يعني تنشر هذه الجهود وهذه البحوث بكتاب مستقل يستفاد من عنده، ويعتبر كمرجع يعني للحركة العلمية لناطقين باللغة العربية. كل شكر وتقدير لفريق العمل في منصة أريد، الشكر تقدير للدكتورة هند حسين عبيد على تنظيمها ويعني تنسيقها بين المؤسسات والجامعات، وكذلك كل فريق أعضاء منصة أريد، الفريق الفاعل الأستاذ عبدو البردان، الأستاذ عدنان قلعتشي، أستاذة مها شرف، دكتورة مريم قيس، على جهودهم حقيقة القيمة لإنجاح وتنضيج هذه الندوة العلمية. وإلى ملتقى بإذن الله تعالى في ندوات علمية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيض شكرنا وامتناننا العميق لكم سعادة الدكتور سيف السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد الدولية، على هذه المشاركة المتميزة. دعواتنا لكم بدوام التميز والإبداع، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. إن وجود قوانين دولية عادلة هو ضمان لاستقرار العالم وتقدمه، مقولة مميزة للدكتور محمد البرادعي، الخبير المصري في القانون الدولي والسياسة. نبقى مع كلمة ترحيبية مميزة لسعادة الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعيبي، رئيس جامعة تعز من الجمهورية اليمنية، مشكورا لحضوره ومشاركته الفعالة معنا. تفضل سعادة البروف محمد، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة، سعدتم بالخير، مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أفتتح هذه الندوة العلمية الدولية التي تنظمها منصة أريد العلمية برعاية جامعة تعز ووقف الذكاء الاصطناعي، وبحضور ومشاركة العديد من الخبراء المختصين. واسمحوا لي أن أستهل كلمتي هذه بالثناء على المنصة برئاسة مؤسسها الدكتور سيف السويدي لجهوده الدؤوبة في تعميق البحث وتوفير الاستشارة والخبرة ومتابعة ورصد التجارب المحلية والدولية في مختلف المجالات. كما أود أن أعبر عن شكري للجنة المنظمة لهذه الفعالية العلمية على دعوتهم الكريمة لجامعة تعز لتكون الراعية لهذه الندوة الهامة. إن هذه المناسبة تتيح لنا فرصة لتسليط الضوء على جهود جامعة تعز في دعم الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تسهم في تبادل التجارب والخبرات الدولية في المجالات المختلفة. كما أهنئهم على اختيارهم الموفق لهذا الموضوع الهام، القانون الدولي والذكاء الاصطناعي، لأنه يقع في صلب اهتمامات الدول والمؤسسات القانونية والأكاديمية في المرحلة الراهنة التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي يؤثر حياة البشر اليومية الجسدية منها والعقلية، حيث يتم استخدامه على نطاق واسع من ملايين البشر يوميا، وخصوصا بشأن عمليات المساعدة في اتخاذ القرار في المجالات المختلفة، من قبيل مجال النقل والطب والمالية والبيئة والتنمية المستدامة والفضاء والسياسات العامة. ويثير الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي تساؤلات عديدة ومتنوعة، من بينها كيفية استيعابها في القانون، وكيفية معالجة المشكلات الناتجة عن استخدام هذه النظم، وتثار هذه المشكلة في فروع القانون المختلفة، القانون العام والقانون الخاص والقانون التجاري. ولعل التساؤل المحوري الذي يهم الفكر القانوني عموما هو ما يتعلق بمدى كفاية قواعد القانون النافذة في تأطير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، أم ينبغي الإقرار بقصور تلك القواعد وبالتالي وجوب البحث عن قواعد جديدة ملائمة للتطور المتسارع الذي يعرف مجال الذكاء الاصطناعي، تراعى خصوصيات هذا النظام ومقتضيات المعاملات التي يفترض أن تتم على أساسه، سواء فيما يخص المتعاملين أو ما يخص المسؤولية الناتجة عن استعمالتها. في ختام هذه الكلمة، أجدد الشكر للقائمين على هذه الندوة
على الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح هذا اللقاء العلمي. سأل الله تعالى أن يمنحهم الطاقة والقدرة للاستمرار في خدمة العلم والمجتمعات الإنسانية، وسنكون سعيدين بأن نستفيد من مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمد سعيد الشعيبي، رئيس جامعة تعز من الجمهورية اليمنية، على هذه المشاركة القيمة. نفع الله بكم وزادكم تميزا وتوفيقا. نبدأ الآن مع حضراتكم حضورنا الكرام في أولى محاضرات هذه الندوة الدولية للقانون الدولي والذكاء الاصطناعي، ونتشرف بسعادة الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر التومي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأقليمية والدولية من طرابلس ليبيا، لمحاضرته الموسومة بعنوان قانون الذكاء الاصطناعي. تفضل سعادة البروف خالد، معكم الصلاحية. عفوا أستاذة صفاء، الدكتور خالد لديه خلل تقني فاحتمال يتأخر قليلا معنا. حبذا لنبدأ مع سعادة الدكتور صالح لو سمحت، تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان، بارك الله فيك. ونبقى مع مشاركة جديدة لسعادة الأستاذ المساعد الدكتور صالح حسين علي العبد الله، أستاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة النور العراق، تدريسي ومدير شعبة التعليم المستمر في كلية النور، عضو في النقابات والاتحادات والجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية داخل العراق وخارجه، اتحاد الحقوقيين العراقيين، ومشارك في اتحاد الأكاديميين العرب والأكاديميين العراقيين، عضو هيئة التحكيم العلمي لمجلة التطوير العلمي للبحوث. وسيقدم لكم حضورنا الكرام مشاركته المميزة بعنوان الموازنة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. تفضل سعادة الأستاذ الدكتور صالح حسين، معكم الصلاحية. السلام عليكم، شكرا أستاذة صفا، شكرا لفريق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسعدني أن أكون معكم اليوم الدكتور صالح حسين علي، أستاذ القانون الدستوري المساعد من جامعة النور العراق، ليتحدث عن موضوع الندوة العلمية بعنوان القانون الدولي والذكاء الاصطناعي. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل المشاركين في فعاليات هذه الندوة العلمية التي تقيمها منصة أريد للناطقين باللغة العربية. كل الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمين على منصة أريد العلمية الدولية، وأخص بالذكر الدكتور سيف السويدي، والشكر أيضا موصول إلى رئيس جامعة تعز الراعي لهذه الندوة، وكذلك الشكر موصول للدكتورة هند حسين عبيد وفريق التقدم على دعوتهما الكريمة للمشاركة في هذه الندوة العلمية الدولية المباركة مع هذا الجمع الخير. وقد جاء موضوع دراستي تحت عنوان الموازنة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. أستاذ صفا، لو تكرمت العرض، بس العرض. نعم دكتور، إن شاء الله سيتم المشاركة الآن. إن شاء الله. موضوع الدراسة، إحنا راح نتحدث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهو سلاح طبعا ذو حدين، وراح نبين أيضا دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية. ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات كالعمل والصحة والتعليم، وخاصة خلال الأزمة الوبائية بتسهيل عملية التعليم وتمكين الوصول المعرفة لمختلف الفئات المجتمعية التي كان من الصعب جدا تخطيها دون اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وليس خافيا على أحد الطرائق التي يمكن
اللي يوفر بها الذكاء الاصطناعي فرصا كبيره للنهوض بحقوق الانسان في العديد من مجالات الحياه. الا ان هناك العديد من الاشكاليات والتحديات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بامكانها ان تقوض او تنتهك حقوق الانسان كالحق في المساواه ومنع التمييز الذي يعد اهم الركائز التي تقوم عليها منظومه حقوق الانسان بشكل عام. اهميه هذه الدراسه تكمن اهميه الموضوع في كيفيه ايجاد موازنه بين الحاجه المستمره لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان كحق الفرد في عدم انتهاك خصوصيته. ومما يزيد من اهميه هذا الموضوع ان تقنيات الذكاء الاصطناعي تصطدم بالحقوق الاساسيه للمواطنين بشكل ايجابي او سلبي. وعلى ذلك يتطلب من المجتمع الدولي تنظيم عمل هذه التقنيات وتطويرها بما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. الموضوع ما أنا راح ناخذه في 4 محاور. المحور الأول التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي. المحور الثاني راح نتناول مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما المحور الثالث فراح نتناول أيضا العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأما الرابع فراح أيضا ندرس تنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي. نيجي نتحدث عن المحور الأول ألا وهو تعريف تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي هو شكل من أشكال التكنولوجيا التي سعت لها البشرية منذ قديم الزمان للوصول إلى هذه التقنيات. ففي القرن 21 انتقل العالم من الخيال إلى الواقع من خلال تطوير تقنيات لها القدرة على أداء أعمال بشكل ذاتي. ومن المعلوم أن هذه التقنيات تعمل بشكل مباشر وغير مباشر مع الأشخاص، ولها طبعا من الإيجابيات والسلبيات، مما يعني أنها توفر للأشخاص فرص جديدة وتمكنهم من الحصول على حياة كريمة بالحفاظ على حقوقهم الأساسية. ونجد في المقابل أن هذه التقنيات بحداثتها قد تشكل مخاطر وتحديات على حقوق وحريات الأشخاص. وعليه يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه علم وهندسة صنع الآلات الذكية، وخاصة برامج الحاسب الذكية، أنه مرتبط بالمهمة المماثلة والمتمثلة في استخدام أجهزة الكمبيوتر لفهم الذكاء البشري. غير أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يقتصر على الأساليب التي يمكن ملاحظتها بيولوجيا. بلا شك أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقوم بمهام حاليا بقدرات دقيقة جدا تتجاوز قدرات الإنسان، إلا أنها محدودة بمهام أحادية. لكن الباحثين يأملون في الوصول إلى أنظمة ذكاء اصطناعي عام تشمل تطبيقات تظهر سلوكا ذكيا عبر محاكاة درجة عالية من الإدراك للمهام المنوطة بها. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، المجتمع البشري حقا بحاجة إلى توسع في تطوير الذكاء الاصطناعي؟ يسعى البشر منذ الأزل طبعا للوصول إلى الطرائق السهلة والسريعة والفعالة لإتمام المهام التي يعملون عليه، وتعتبر الحافز الأهم لابتكار الأشياء الجديدة التي خدمت وتخدم التقدم البشري من أجل تسهيل المصاعب والتحديات الحياتية. فإذا ما اعتبرنا أن اختيار الإنسان للطريق الأسرع والأكثر فعالية لإكمال مهامه عن طريق إيجاد فعاليات تعمل باستمرار دون أخذ استراحة، فهنا المجتمع البشري بحاجة إلى التطوير المستمر للتكنولوجيا
أما إذا ما كنا مكتفين بالعيش وفقا لقدراتنا دون الرغبة بالتحدي محدودياتها، فإننا لسنا بحاجة للتطور التكنولوجي المستمر. ولهذا السبب، وبالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى، يسعى الإنسان إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسخير مظاهر الحياة. وعليه فإن الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطا مباشرا بحياة الأفراد، وهنا تنشأ الرابطة الحتمية ما بين تطوير الذكاء الاصطناعي وعمله وتأثيره على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني راح نتحدث به عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي. مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، يفرض الذكاء الاصطناعي مخاطر وتهديدات فريدة غير مسبوقة على المجتمع البشري شأنه شأن أي تطور تكنولوجي آخر. فمن مخاطر الذكاء الاصطناعي الأسلحة البيولوجية وتطورها. فقد تم تحريم تطوير الأسلحة البيولوجية وفقا للعديد طبعا من الاتفاقيات المنظمة لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية لعام 1972. هناك أيضا مخاطر أخرى، تشويه العلاقات الاجتماعية. يعني للذكاء الاصطناعي تأثير سلبي على المجتمع البشري، أي أن الذكاء الاصطناعي سيحد من التواصل البشري بين الناس، بحيث لن تكون هناك حاجة للتجمع الشخصي للتواصل، مما سيشوه العلاقات الاجتماعية البشرية بشكلها الحالي. أيضا من المخاطر الذكاء الاصطناعي هو اعتداء على حق الأفراد في الخصوصية. يعني مع ازدياد وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي عوضا عن التواصل البشري، بدأت هناك الذكاء الاصطناعي أن يتعلق بالمعلومات الحساسة التي ستزداد وبشكل مضطرد. أيضا من مخاطر الذكاء الاصطناعي هو مواجهة الاقتصاد العالمي، كخطر استبدال العمالة البشرية بالآلات، وهو أمر واقعي طبعا، كحال العديد من خطوط الصناعة لتجميع السيارات التي تعمل بالآلات والروبوتات، مما أجبر العمال التقليديين على فقدان وظائفهم، الذي يتسبب بأزمة بطالة عالمية قد تمس الاقتصاد العالمي بشكل واسع. أيضا من المخاطر، تنشئ تقنيات الذكاء الاصطناعي تفاوت في الثروة، حيث سيحصل مستثمرو الذكاء الصناعي على الحصة الأكبر من الأرباح، وعلى ذلك ستتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وستتسبب بشكل مباشر وغير مباشر بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. فالهشاشة على سبيل المثال ترتبط ارتباط وثيق في الفقر بالفقر، وعليه أن الفقر سيؤثر سلبا في الأمن الإنساني بمختلف نواحيه. من مخاطره أيضا ظهور العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أدت هذه الإشكاليات القانونية إلى تجريم العديد من الأفعال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، قد يتم إساءة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي واستغلالها على نحو غير مشروع، وذلك بقصد الأضرار بمصالح الناس والهيئات المختلفة وحتى الدول. وقد ساهم طبعا التطور التقني المستمر للذكاء الاصطناعي في استحداث أنماط وأشكال جديدة من الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالجرائم المعلوماتية. ومن صورها طبعا التلاعب بالنظام المعلوماتي، إتلاف المعلومات، الجرائم الواقعة على البرامج، ومن أيضا جريمة الاعتداء على البرامج التطبيقية على برامج الحاسب الآلي، الجرائم المعلوماتية الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال، وحتى الحكومات وغيرها من الجرائم. جميع ما ذكر يؤثر بشكل أو بآخر على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، ابتداء من انتهاك حق الأفراد بالحياة الكريمة وحقهم بالغذاء الكافي والحصول على المياه الصالحة بعيدا عن الفقر، مرورا بحقهم في الحفاظ على خصوصيتهم وحقهم في المساواة وعدم التمييز
وعدم التمييز وانتهان بحق الأفراد في الحفاظ على أسلوب الحياة الذي يختارونه. ننتقل إلى المحور الثالث. المحور الثالث راح نشوف ما هي العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يمثل القانون الدولي لحقوق الإنسان منظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع. وهذه القواعد الدولية نجدها في المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي وفي المبادئ العامة للقانون، وكل هذه القواعد ملزمة للدول لكونها تحدد حقوق والتزامات ينظمها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعليه لابد من تنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها على المستويين الدولي والوطني بما يتلائم مع احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا جدال اليوم أن طبيعة حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف ومتشابكة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة. فإن الذكاء الاصطناعي يؤثر تقريبا في كل حق من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وعليه فإن الحقوق التي يتم عادة التطرق عليها في نطاق علاقة القانون الدولي لحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي هي إلى حد كبير واردة في الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحماية حقوق الإنسان والمتمثلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي الوثائق الثلاث التي تشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 66. وهنا يتوجب على المجتمع الدولي الاهتمام أيضا بأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يشترك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في هدف المحافظة على كرامة وإنسانية الجميع. يأخذ طبعا التوجه الحديث بجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبيق أثناء السلم والنزاع المسلح. جميع الصكوك القانونية من اتفاقيات لاهاي عام 1899 والمعدلة طبعا سنة 1907 واتفاقيات جنيف الأربعة، تمثل هذه الاتفاقيات الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في وقت السلم والحرب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى كفاية هذه القواعد والأسس العامة في حماية حقوق الأفراد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ في ضوء حديثنا عن أشكال جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، فإنه لابد لهذه القواعد القانونية أن تتكيف بما يتناسب مع التطور السريع للمجتمعات البشرية. إذن لابد للقواعد القانونية أن تتكيف بما يتناسب مع التطور السريع للمجتمعات البشرية. نأتي أخيرا إلى المحور الرابع، ألا وهو تنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي. ما من شك بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل مستقبل البشرية، فلا بد من تقنين عملها وتطويرها بما يتناسب مع كل من مصلحة الدول والشركات المعنية بتطوير هذه التقنيات وحقوق الأفراد. نقترح حوكمة وتنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس بالاعتماد على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل بالاعتماد على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الواجب توافرها في أي من الأنظمة الوطنية والدولية التي تحكم عمل وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي يجب إدراجها ضمن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. من خلال استقراء أهم السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها الدول المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وثائق الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، فإنه بإمكان الجهات المعنية الوطنية في مختلف الوطنية في مختلف الدول التوصل إلى نهج قانوني
لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يتلائم مع حماية حقوق الإنسان على المستويات المختلفة، بل وقد يلجأ المجتمع الدولي إلى توحيد المبادئ أو تبني مبادئ توجيهية لتنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إذا تعذر على المجتمع الدولي تبني اتفاقية دولية في هذا المجال تحت مظلة الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الدولية الحكومية المعنية بالموضوع. وبالتالي أن الذكاء الاصطناعي هو الشكل الجديد للحضارة الإنسانية، فإذا ما اعتبرنا أن التوجه الرسمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف استبدال الذكاء البشري وإنما تسخير العلم والطبيعة لخدمة المجتمع البشري، فإنه لا بد من أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم الأخلاقية واحترام حقوق الإنسان. فقد بدأ الحديث مؤخرا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي بكل ما تحمله هذه التقنيات التكنولوجية من أبعاد إيجابية وسلبية ذات التأثير المباشر وغير مباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. وفي الختام شكرا جزيلا لكم جميعا على حسن الاستماع وعلى هذه الندوة الدولية القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيل الكلمة إلى فريق التقديم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الجزيل والعميق لكم سعادة الدكتور صالح على هذه المحاضرة القيمة والرائعة، جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم دكتور. شكرا جزيلا. والآن مع مشاركة جديدة حضورنا الكرام في سعادة الدكتور محمد رفيق مؤمن الشوبكي أستاذ القانون العام المساعد من كلية أحمد إبراهيم للحقوق من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وله كل وبارك الله فيه لحضوره ومشاركته معنا في هذه الندوة. تفضل دكتور محمد رفيق، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الصوت واضح السلام إن شاء الله، حياكم الله. أهلا شكرا وسهلا جزيلا أستاذة، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم جميعا وللجنة المنظمة ومنصة أريد على الجهد الطيب في تنظيم مثل هذه الدورات والندوات العلمية التي تشكل فائدة كبيرة للمختصين في مجال القانون على وجه الخصوص، وكذلك للعموم، خاصة أن موضوع الذكاء الاصطناعي من المواضيع الحديثة التي لها تأثير كبير على مجالات متعددة، سواء كانت مجالات مرتبطة بالجانب العلمي أو مجالات مرتبطة بالعلوم الإنسانية وبالمجالات العسكرية والصحية والطبية والقانونية والتقنية وإلى خلاف ذلك. كلمتي إن شاء الله ستكون، حتى لا أطيل أدخل مباشرة في الموضوع، الكلمة متعلقة بموضوع دور القانون الدولي في الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. سأحرص أن ألخص بشكل محدد موضوع دور القانون الدولي، سواء كان فيما يتعلق بالتشريعات الموجودة أو الاتفاقيات أو حتى دور المنظمات الدولية. سأقسم الحديث إلى ثلاث محاور حتى أكون محدد إن شاء الله. المحور الأول سأتحدث باختصار عن تعريف الذكاء الاصطناعي وأهميته، وسأتناول في المحور الثاني عن موضوع المخاطر، أبرز المخاطر المرتبطة في المجالات، خصوصا في مجال القانون الدولي والقانون بشكل عام، ومن ثم إن شاء الله سأبدأ أقسم دور القانون الدولي، سواء من حيث تنوع التشريعات، سواء كان فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي متعلق بالنزاعات المسلحة أو القوانين الأخرى المرتبطة بجوانب أخرى إن شاء الله، ومن ثم سأستعرض أهم المحاور المرتبطة بدور المنظمات الدولية. بداية، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ طبعا سبق المتحدث الأول الدكتور الأستاذ الدكتور الفاضل الحديث عن تعريفات
الذكاء الاصطناعي. سألخص تعريف واضح ومباشر متعلق بالذكاء الاصطناعي، فهو يعد من أحدث الصور المرتبطة بتطور التكنولوجيا في السنوات الأخيرة في مجال العلوم الكمبيوتر، ويركز على تطوير الآلات، الأجهزة، التطبيقات التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشري، فيتم القيام بها من خلال هذه التطبيقات التي تشكل ذكاء اصطناعي صنعه البشر بشكل أساسي. ويمكن أن يشمل ذلك مهام مختلفة في مجالات مختلفة ومتنوعة جدا، سواء في مجالات الترجمة، اللغات، فهم النصوص، في مجالات التعرف على الصوت والصورة من خلال الرؤية الحاسوبية، والموضوع السيارات ذاتية القيادة وأنظمة المراقبة والتحليلات، التحليل التنبؤي للبيانات والتوقعات للتوجهات الاقتصادية ودراسات الجدوى واتخاذ القرار، في مجالات يصعب حصرها صراحة، فهو يكاد يصب في كثير جد من المجالات، مما يجعل تأثيره تأثير كبير. لذلك لابد أن يكون هناك ضوابط واضحة للذكاء الاصطناعي لاستخدامه للتعامل معه وكيفية حماية حقوق الإنسان التي قد يتم المس بها وانتهاكها بسبب آليات أو أجهزة أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. السؤال الثاني، إجابة على السؤال الثاني، ما هي أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ إذا أردنا أن نتحدث من جانب، يعني سأركز طبعا، المخاطر كبيرة ومتعددة والتحديات كبيرة أيضا، سأحاول أقسمها إلى عدة محاور. المحور الأول المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان. تحدث الدكتور الفاضل في الكلمة التي سبقتني عن بعض الجوانب المهمة جدا والرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان. طبعا مما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان يتمثل من ضمن المخاطر الموضوع التمييز والتحيز في الخوارزميات، فالأنظمة الذكية أحيانا يتم اتخاذ فيها القرار وفق رؤية معينة، لا يوجد عامل بشري يحدد أولويات، فممكن أن يكون هناك تمييز ينتج عن استخدام هذه الوسائل، أن يكون هناك طرق غير موضوعية في التعامل. طبعا ممكن يتم تطويرها مع الوقت، لكن إلى الآن هناك إشكاليات واضحة في موضوع التمييز. في موضوع الخصوصية، وهي مسألة جدا حساسة، استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية يؤدي بشكل مباشر لانتهاكات مرتبطة بالخصوصية، وهذا يمس حقوق الإنسان المرتبطة بالحق في الخصوصية. رقم ثلاثة، نشر الأخبار الكاذبة والتضليل، فممكن من خلاله يتم التأثير على الرأي العام ويقوض الثقة، ويؤثر على حق الأفراد القانوني في الحصول على المعلومات. ومن ضمن أيضا المخاطر تأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكما نعلم وجود الذكاء الاصطناعي في كثير من الصناعات قد يؤدي إلى فقدان عدد لا بأس به من الوظائف، وهذا يؤثر في المستقبل على حقوق العمال وقد يزيد من نسبة البطالة. طبعا أيضا عدم المساواة، كلما زاد استخدام الذكاء الاصطناعي قد يكون هناك فجوة بين الأفراد أو حتى فجوة بين الدول، فإذا لم تتاح هذه التقنيات بشكل يساعد الدول خصوصا الدول النامية، إذا كنا يعني في وضع قبل الذكاء الاصطناعي هناك فرق كبير، ويطلق على دول الشرق الأوسط عدد كبير منها، وأيضا دول إفريقيا، دول العالم الثالث. ففي حال وجود الذكاء الاصطناعي وتطوره، وأن ينحو الغرب وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير من خلال الذكاء الاصطناعي، وبعض الدول للأسف الفقيرة لا تجد أصلا الكهرباء، فهذا قد يؤدي إلى تفاوت كبير، فممكن نصل إلى ليس العالم الثالث، ربما دول العالم الثلاثين. فهذه مسألة مهمة، قضية كيف يكون هناك مساعدة الدول، وهذا يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل يعني القمم والجلسات وفي كل الاتفاقيات. التأثير على الحرية الشخصية، فممكن أيضا أن تستخدم هذه الأنظمة في الرقابة على المحتوى بشكل غير قانوني، وهذا يحد من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وقد حدث هذا بالمناسبة خلال انتشار كوفيد 19، قد سمعنا بكثير من القصص وقرأنا وكتبنا أيضا في الأبحاث متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان عن هذه الانتهاكات التي مست بالحريات الشخصية. وأيضا من ضمن الإشكاليات التي قد تترتب التدخل في الحياة الشخصية من خلال التطبيقات الذكية التي تصل إلى معلومات قد تكون فيها جزء كبير من الخصوصية، وهذا أيضا مرتبط بالحق في الخصوصية والحق في حرمة الحياة الخاصة. وأيضا تأثيرها على حقوق الملكية الفكرية، مسألة مهمة، قضية النشر سواء كانت براءات الاختراع أو الكتب أو المقالات أو حتى الصور أو حتى الـ الإبداع البشري، ممكن الذكاء الاصطناعي يقوم
باستنساخ مثل هذه ما يشابه الإنتاج البشري، مما يؤثر سلبا على حقوق الملكية الفكرية. طبعا هذا جزء من ما يمسه الذكاء الصناعي في حقوق الإنسان، لكنه هو الجزء يكاد يكون الجزء المهم. ثانيا، مخاطره فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة. استخدام الأسلحة الذكية، سواء هذه تسمى ذاتية التشغيل مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات القتالية تعمل بدون تدخل بشري، يزيد من مخاطر النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان. وبالمناسبة، قبل 3 أيام استخدم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة روبوتات مفخخة، وذلك قبل 3 أيام بالتحديد. وقامت هذه الروبوتات بتفخيخ العديد من البيوت وأيضا استهداف العدد الكبير من المدنيين. فاستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة قد يضرب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة الناظمة لأوقات الحرب والنزاعات المسلحة، قد يضربها في مقتل، لأنه بدلا من أن تستخدم في ضبط وتحديد الأهداف القتالية لغرض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبين الأهداف العسكرية والمدنية، استخدامه في استهداف المدنيين يعد يعني إحدى الجرائم الجنائية الدولية التي قد تدخل ضمن جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية وخلاف ذلك وفق قواعد القانون الجنائي الدولي. من المخاطر أيضا المرتبطة بالأمن السيبراني، أو نقول عنه الأمن الإلكتروني، وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية. فالجرائم الإلكترونية هي تعد من القضايا الخطيرة المنتشرة في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ففي وجود الذكاء الاصطناعي قد يكون بيئة خصبة لارتكاب مزيد من هذه الجرائم، وأن يكون هناك هذه الهجمات السيبرانية والإلكترونية هجمات أكثر تعقيدا وأكثر فعالية، وحتى هذه الأنظمة نفسها قد تكون عرضة للاختراق، مما يؤثر على الأمن المعلوماتي للبيانات التي تحملها هذه الأجهزة أو التطبيقات، وهذا يهدد الأمن الشخصي والبيانات الشخصية. من المخاطر أيضا مساسها بمبادئ ومعايير الحوكمة. وكما تعلموا أيها الكرام، الحوكمة من المبادئ الأساسية ما نسميه الحوكمة الرشيدة أو الحكم الرشيد أو الحكم الصالح، التي وضعتها عدد كبير من المؤسسات، خصوصا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن خلال تلك المعايير المهمة التي منها الشفافية والمساءلة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون، ومنها أيضا مبادئ مرتبطة بتحقيق العدالة ومبادئ مرتبطة بجوانب يعني متعددة. فقضية الشفافية، استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات قد يؤثر بشكل كبير على الشفافية، خصوصا في مجال التمويل وفي مجال العدالة. فهذا قد يؤثر بشكل كبير، خصوصا أنه هناك كثير من القرارات، طبعا هل استخدمت أم لم تستخدم بعد، نحن نتكلم عن الظاهرة بشكل أساسي. الآن التطور أصبح جزء كبير من الذكاء الاصطناعي. في السابق بالنسبة لنا كان خيال علمي، لكنه الآن أصبح حقيقة، وربما بعد فترة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار أحكام قضائية بشكل مباشر دون حاجة إلى جلوس قضاة على المنصة. هذا أمر يعني صعب لكنه قد يحدث. فوجوده مسألة خطيرة وتؤثر بشكل كبير على المعايير القانونية وأيضا المعايير المالية المرتبطة بقضايا التمويل خصوصا. الحد من المساءلة، اعتماد على الكبير على الأنظمة الذكية ممكن يؤثر على المساءلة، ويعطي مجال دائما أن نعزو الخلل أو الإشكال أو الخطأ إلى هذه الخوارزميات أو إلى هذه التقنيات بدلا من الأفراد والمؤسسات. وهذا يطرح تساؤل كبير جدا في موضوع المساءلة الجنائية، من هو المسؤول جنائيا إذا ارتكب روبوت معين جريمة جنائية؟ هل المسؤول هو الشخص الذي صنع الروبوت، أو الشخص الذي يقوم بالصيانة، أو الشخص الذي يستخدم الروبوت، أو ممكن لا تقع مسؤولية على أحد إذا كان هناك فعلا خلل تقني؟ فمسألة المساءلة هي مسألة شائكة جدا، وتحتاج إلى ندوة كاملة نتكلم فقط فيها عن موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي. من المخاطر المتعلقة بالأخلاقيات، اتخاذ القرارات خصوصا. فهناك كثير جزء كبير من القرارات التي تتخذ، سواء كان من قبل الجهات القانونية أو حتى من الجهات الإدارية، قرارات مبنية على حكم وعلى حكمة وعلى تقدير لظروف معينة، وقد يكون فيها أبعاد إنسانية. فالذكاء الاصطناعي قد يصعب علينا بشكل كبير أن نصمم هذا الذكاء الاصطناعي بشكل يعني يقدم كل هذه المعطيات.
فاستخدامه في مجالات حساسة، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، مجال الأمن، ممكن يمس بشكل كبير بالقيم الإنسانية. الخلاصة من هذا المحور الثاني، الذكاء الاصطناعي يفيد بشكل كبير في المجالات العلمية، الطبية، الهندسية، حتى في المجالات المفترض مجالات العسكرية وخلاف ذلك، إلا أنه هناك كثير من المخاطر التي قد تؤثر وتصب، بدلا من أن يكون نعمة يكون نقمة. فلذلك السؤال، ما هو دور القانون الدولي؟ هناك يجب أن يكون هناك دور لكثير من الجهات، سواء كان على مستوى القانون الدولي أو المنظمات الدولية أو حتى الدول من خلال التشريعات الداخلية والمحلية التي تعالج، لأن القانون فكرة وجوده هو عبارة عن ما وضع من معايير وقواعد لتنظيم العلاقات وتحديد يعني الحدود. فالقانون يجب أن يضع حدود لكيفية استخدام هذه التقنيات الحديثة من أجل حماية حقوق الأفراد، ومن أجل أيضا حماية المجتمع بشكل كامل. فلذلك من ضمن الأمور الأساسية القانون الدولي، وبما أنه حديثنا عن القانون الدولي سنركز فقط على القانون الدولي، وأن كان هناك جهود يجب أن تبذل من جهات متعددة. فيما يتعلق بالقانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان أولا، طبعا كما أسلفت وأسلف زميلي الأستاذ الدكتور في حديثه عن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان وضع مجموعة مهمة ورائعة من المبادئ التي تشكل قواعد آمرة، وهذه القواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حتى وإن كانت بعض الدول لم توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. هذين العهدين الأساسيين بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان. طيب، حتى لو لم توقع الدول، فهذه حقوق الإنسان نفسها تعد قواعد دولية عرفية، أو تسمى أيضا بالقواعد الآمرة، التي يجب على الجميع احترامها والالتزام بها. منها طبعا حماية الحق في الحرية، الحياة والسلامة الجسدية، فتضمن المواثيق سواء كان كما أسلفت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين، حق خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حق الأفراد في الحياة والسلامة، ويجب أن تطبق هذه المعايير على الأنظمة الذكية لضمان أنها لا تسبب ضررا أو تهدد سلامة الأفراد، وإلا سنكون تحت طائلة إذا تم ارتكاب خلل أصاب شخص ويشكل هذا الخلل جرما، فنكون أمام الأصل أن نكون أمام تجريم جنائي، وأن يكون هناك عقاب قانوني وفقا للقانون الجنائي. وإذا كان هناك خلل ضرر أصاب سبب إتلافا ولا يشكل جرما جنائيا، إلا أنه يشكل مخالفة مدنية، فيجب أن يدفع الشخص المتسبب التعويضات اللازمة وفق القانون. فيجب أن تضمن التطبيقات الحديثة هذه المعايير بشكل مهم. طبعا وإن كانت العهود تعد قديمة مقارنة مع تطور الذكاء الاصطناعي، إلا أنها وضعت المبادئ الأساسية، وينبغي أن نحرص على تطبيقها في جميع الأحوال. حماية الحق في الخصوصية، فأيضا ينص الإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق الأفراد في الخصوصية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية. المساواة وعدم التمييز أيضا تحظر المعاهدات الدولية، سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أي تمييز قائم على العرق أو الدين أو الجنس أو غير ذلك، وينبغي أن تحترم تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه القواعد، وتضمن عدم الانحياز ضد مجموعات معينة. الحق في الحصول على المعلومات، هناك نصوص في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينظم هذا الحق، والمفروض والمفترض أن تحرص الجهات التي تطبق أو تستخدم الذكاء الاصطناعي على الشفافية وحق الأفراد في الحصول على المعلومات. موضوع الحق بالعمل، وإن كان يؤثر الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سواء كان الحالي أو القريب، في الوضع الحالي أو المستقبل القريب يؤثر على موضوع الوظائف، إلا أنه يجب ضمان الحق في الحياة الكريمة والعيش الكريم والعمل لجميع الأفراد. وعلى الدول أن تحرص على توفير فرص، سواء كانت بتغيير سوق العمل أو تغيير البوزيشن اللي هو يعني الوظائف او الصفه الوظيفيه او التوصيف الوظيفي للاشخاص، وحتى ادخالهم ضمن تطوير الذكاء الاصطناعي وفق الحرص على ان يكون كل شخص لديه فرصه يعني عمل تعطيه مجال للعيش الكريم. العداله والمساواه امام القانون، نعم القانون الدولي ايضا نص على الحق الافراد في العداله والمساواه امام القانون، فيجب ان تضمن الانظمه الذكيه
عدم التمييز، حتى وإن استخدمت في القرارات القانونية أو قرارات التمويل أو القضائية يجب أن يكون هناك ضوابط واضحة للتمييز، حتى وإن لم يكن هناك قضاة يجب أن يكون هناك مراقبين لضمان وجود، أو حتى لو لم يكن هناك متخصصين في خبراء في مجال الأمور المالية يجب أن يكون هناك مراقبين لهذه الأنظمة التي تبقى في النهاية، وإن كانت تسمى أنظمة ذكية إلا أنها يعني تصدر لنا إجابات عن المدخلات التي ندخله فيها، ولذلك لا يمكن أن نثق ثقة كاملة بهذه الأنظمة الذكية. حماية الملكية الفكرية، هناك نصوص كثيرة جدا، منها ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق في حماية مصالحه سواء المعنوية أو المادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. إذا طبعا الواضح من خلال هذه الأمور أن هناك نصوص. طب السؤال، هل نحن بحاجة إلى تطوير إذا كانت هناك نصوص؟ هذه النصوص لا تعالج بشكل كامل، وضعت المبادئ الأساسية، وهناك إشكالية تتعلق بإنفاذ هذه النصوص. المشكلة في القانون الدولي إذا نظرنا إليه سواء كان لحقوق الإنسان أو الجناء الدولي أو الدولي الإنساني في موضوع الفعالية. فالسؤال، إذا كانت هناك مبادئ وضعت في هذه المواثيق الدولية والدول وقعت على هذه المواثيق، ما هو جزاء المخالفة؟ فعلى أرض الواقع لا يوجد جزاء لا يوجد جزاء سواء كان جزاء دولي أو جزاء جنائي، وإن كان الفعل يشكل جريمة دولية هناك وقت طويل جدا لاتخاذ إجراءات سواء كان محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنائية الدولية، وهذا يصيب القانون الدولي بشكل عام، يعني يصفه بالضعف وعدم القدرة على مواكبة التطورات وعدم القدرة على معالجة الإشكاليات الموجودة. لذلك لا بد أن يكون هناك تطوير لنظام قانوني وتنظيمي دولي، سواء كان هذا النظام بشكل اتفاقية ملزمة أو أن يكون أيضا بشكل قواعد يتفق عليها جميع الأفراد، تضع مبادئ واضحة، وهذه المبادئ تأخذها الدول وتطبقها وفق مبدأ اللي هو الإدخال، أو نسميه ترانسفورميشن، يعني نقل الاتفاقيات الدولية بعد توقيعها من كونها اتفاقيات دولية إلى أن تكون جزء من القانون الداخلي، تمام، وأن يكون هناك رقابة. الأمر ليس سهل، لكن لا بد من السعي إلى تطوير المواثيق القائمة التي تعد قديمة. القانون، ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يعني الإعلان العالمي صدر في 48، والإعلان والعهد الدولي صدر في 66، يعني تعد الآن أصبحت باتت قديمة جدا. فلذلك لا بد من العمل على تطوير مواثيق حديثة تواكب هذا الأمر. سنأتي إلى دور الجمعية العامة وإصدار قرار حديث قبل فترة قصيرة جدا، يعني أتمنى أن لا يكون هذا النقاش فيه إن شاء الله يعني طول كثير حتى لا أثقل عليكم. سأنتقل إلى الجزء الثاني، دور القانون الدولي الإنساني. القانون الدولي الإنساني هو القانون الناظم للنزاعات المسلحة وأوقات الحروب. القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، فهذه مبادئ أساسية. المفترض أن الأنظمة العسكرية أن تكون قادرة من خلال الذكاء الاصطناعي أن تكون قادرة على التمييز بفعالية بين الأهداف ولا يتم استهداف المدنيين، لكن للأسف الشديد الذي نراه الآن في الحروب الحديثة سواء كان بين روسيا وأوكرانيا أو في الحرب القائمة على قطاع غزة أو الحروب التي تسبقها، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم بشكل يخالف القانون الدولي الإنساني. فلذلك سواء اتفاقيات لاهاي أو اتفاقيات جنيف الأربع وما لحقها من إعلانات أو بروتوكولات تنص كلها على مبادئ ثابتة، سواء كان متعلق بمبدأ التمييز، مبدأ الإنسانية، مبدأ التناسب في استخدام القوة. فالذكاء الاصطناعي يفترض أن يساعد في ذلك، في تحليل البيانات، تحديد الأضرار المحتملة، تجنب هجمات غير مناسبة، لكن للأسف الشديد لا يتم تطبيقه بشكل فاعل. منع الأضرار غير الضرورية والمعاناة غير المبررة من خلال استخدام أسلحة ذات تأثير عشوائي. القانون الدولي يمنع ذلك ويحظر استخدام هذه الأسلحة ذاتية التشغيل، وهناك الآن اتفاقيات ومبادرات تضمن ذلك. أيضا تم توقيع اتفاقية من مجموعة من الدول متعلقة بحظر استخدام الأسلحة النووية. فهناك مساعي كبيرة جدا لضبط استخدام الأسلحة سواء كانت الكيميائية أو البيولوجية أو الأسلحة المحرمة دوليا أو الأسلحة النووية، فالقانون يحظر مثل هذه. لكن الإشكال أنه كما أسلفت لكم، وإن كانت القواعد قديمة، اتفاقيات جنيف من 9 سنة 1949
واتفاقيات لها هي قديمة، يعني الآن أصبح مر عليها أكثر من 125 سنة، وحتى التعديلات التي كانت في عام 1907 الآن مر عليها ما يزيد على 100 سنة، وتقريبا 100 وما تقريبا 20 سنة. فهي قوانين قديمة لكن مبادئ ثابتة ومتفق عليها وتشكل جزء من القواعد العامة. الإشكال الأساسي إنه لو تم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من أن تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد الهجمات وفي ضبط استخدام الأسلحة، لو تم استخدامها في ارتكاب جرائم جنائية دولية مثل قتل المدنيين أو إبادة شعب أو إلى آخره. طبعا والجرائم الآن كما تعلمون يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا في الحروب القائمة. ما المسؤولية؟ الإشكال الأساسي أنه لا يوجد مسؤولية واضحة ومحددة. طبعا ميثاق روما، إذا أردنا نتكلم عن القانون الجنائي الدولي، ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية الصادر 1998 والمطبق 2002 نص على الجرائم الجنائية الدولية، ومنها استخدام أسلحة تصيب المدنيين ولا تفرق وتدخل في تجريم الأفعال التي تمس المدنيين وفق اتفاقيات جنيف أو الأعيان المدنية. وهناك تصنيف لهذه الجرائم، أربع تصنيفات: جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم جريمة العدوان. السؤال الأساسي: ما الوسيلة لتحقيق المساءلة الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم؟ هذا طبعا يأخذنا إلى موضوع طويل جدا، موضوع فعالية المحكمة الجنائية الدولية أو القضاء الجنائي الدولي، وهو ليس نطاق حديثنا اليوم. الخلاصة هنا أن القانون الدولي الإنساني وضع ضوابط، لكن هذه الضوابط لا تزال غير قادرة على مكافحة والحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. طبعا على وجه السرعة سأتحدث عن بعض الجهات الدولية، لأننا نتكلم عن دور القانون الدولي، وكما تعلمون المنظمات الدولية هي جزء فاعل من جهات إنفاذ القانون الدولي. من أهم هذه الجهات طبعا الأمم المتحدة، ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة أصدرت الكثير من القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كان طبعا هذه القرارات أهم هذه القرارات هي أهم القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة، منها قرار صدر في 2015 المتعلق بخطة التنمية المستدامة. وخطة التنمية المستدامة هي خطة وضعتها الجمعية الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمن تطبيق التنمية المستدامة من خلال 17 هدفاً، وتسمى أهداف التنمية المستدامة. مفترض أن تطبق هذه 17 هدفاً إلى حد كبير بحلول عام 2030، تمام؟ فالآن في هذه المدة طبعا هي متعلقة بجوانب كثيرة جدا، سواء كان بعدم يعني عدم وجود القضاء على الجوع أو المجاعات، سواء كان القضاء على الفقر، سواء كانت متعلقة بجوانب اقتصادية وحتى جوانب قانونية مثل العدالة والمؤسسات القوية والمساواة. طبعا هي ترتبط بجوانب ثلاث محاور ثلاثة أساسية: المحاور البيئية والمحاور الاقتصادية والمحاور الاجتماعية، ويدخل فيها أيضا المحاور القانونية تحت المحاور الاجتماعية. فهذه الخطة تتكلم أيضا في جوانب كثيرة جدا عن كيفية إعمال استفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الأهداف. وبعد ذلك هناك خطط متعلقة بتمويل التنمية، متعلقة أيضا بالتنمية المستدامة، التغير التكنولوجي السريع وأثره في 2023 في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، واستمر الأمر على ذلك. كل هذه أمور متعلقة بالحماية، كيفية استخدام التكنولوجيا، كيفية تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيات الرقمية، الحق في الخصوصية. قرارات متعددة ومتسارعة، يعني خصوصا في السنتين الأخيرتين صدر عدد كبير جدا من القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة. فأيضا منها ما صدر في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 بشأن المراجعة الشاملة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. هذه القمة عقدت في 2003 في جنيف، ومن ثم في 2005 في تونس، وكانت تتحدث عن موضوع كيفية ضبط مجتمع المعلومات، وتتحدث بشكل غير مباشر أيضاً عن موضوع الذكاء الاصطناعي. أهم شيء حصل، يعني لعل أهم أمرين سأتحدث فيهم: الأمر الأول في قضية مواكبة الذكاء الاصطناعي، القرار الحديث. هذا القرار صدر تقريباً قبل شهرين فقط، ويعد أحدث قرار صدر عن الجمعية العامة لحقوق الإنسان، عفوا الجمعية العامة للأمم المتحدة،
مرتبط بشأن اغتنام فرص أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا هو هذا القرار من اسمه لعله مركز على التنمية المستدامة، لكنه ركز على معظم الجوانب بما في ذلك حقوق الإنسان والديمقراطية والخصوصية، وتكلم عن جوانب متعددة عن الحوكمة. فهذا القرار يعد من القرارات المهمة. المهتم في مجال الذكاء الاصطناعي لابد أن يقرأ هذا القرار وينتبه إليه بشكل كبير جدا، لأنه يعد أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. الإشكال في هذا القرار أنه قرار غير ملزم، لأن الجمعية العامة لحقوق الإنسان جزء كبير من قراراتها غير ملزمة، وهذا القرار في نصه كان يتحدث عن الجمعية العامة تشجع، الجمعية العامة تدعو، الجمعية العامة تطالب، فكلها مثابة. وهذه من ضمن الإشكالات القائمة في القانون الدولي المرتبط بموضوع الذكاء الاصطناعي. جزء كبير من القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حاليا هي قرارات من الجمعية العامة أو من جهات أخرى، من جهات الأمم المتحدة، أجهزة أخرى، وقراراتها أيضا غير ملزمة. الجمعية العامة ذكرت أنها ستتابع وتناقش في عام 2025 التقدم المحرز منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تم عقدها في جنيف في 2003، فسيقوم بدراسة شاملة من 2003 ل 2025 كيف تطور موضوع الذكاء الاصطناعي وكيفية محاربته. من ضمن الجهات الاتحاد الدولي للاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات يعد وكالة من وكالات الأمم المتحدة المختصة، ويعمل بالشراكة مع عدد كبير جدا من جهات الأمم المتحدة، ويعقد الكثير من القمم أهمها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام. طبعا هذا بشكل أساسي كان يتكلم عن مواجهة التحديات المرتبطة بالفقر والجوع والصحة والتعليم والمساواة وحماية البيئة. من طبعا أيضا قراراته مهمة جدا، لكن أيضا تدخل تحت جهات أجهزة الأمم المتحدة التي قراراتها لا توصف بالإلزام. دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اعتمد قرار أيضا يعد من القرارات جدا مهمة مرتبط بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. في 23 نوفمبر 2021 وضع خطة التنفيذ. طبعا المهتم بالموضوع هذه القرارات لابد أن يقوم بالاطلاع عليها وقراءتها، لأنها تناولت كثير من القواعد سواء المرتبطة بحقوق الإنسان أو المرتبطة بمجال النزاعات المسلحة أو استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي أو كيفية الحد من مخاطره كذلك. دور مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا في 2019 كان له دور كبير في وضع معيار حكومي دولي بشأن الذكاء الاصطناعي يركز على الابتكار والثقة. وطبعا من اسمه طالما أنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فالتركيز الأساسي على مجالات التنمية وعلى مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال الاقتصاد بشكل أساسي. طبعا لما نتكلم عن الحقوق لابد أن نتحدث عن دور مجلس حقوق الإنسان، وإن كان أيضا قراراته هي بمثابة توجيهات وقواعد معايير، يعني نسميها بمثابة يعني guidelines، يعني خطوط عريضة وقواعد مهمة للتطبيق لكنها لا توصف أيضا بالإلزام. أقر في 2011 مبادئ توجيهية مرتبطة بحقوق الإنسان، وركز فيها أيضا على مجال الذكاء الاصطناعي. ومفوضية الأمم المتحدة أصدرت جزء كبير من القرارات المرتبطة أيضا بكيفية مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما لا يشكل ضرر أو تهديد أو خطر جسيم على حقوق الإنسان. الأمين العام أيضا وضع خريطة طريق للتعاون الرقمي، وأنشأ مكتب مبعوث مرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خصوصا في نهاية السنة الماضية. فالاهتمام يعني يعد معاصر ومتطور. أخيرا دور الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هو يعد طبعا بمثابة منظمة إقليمية في أوروبا، لكنه له دور ودوره مهم على مستوى القانون الدولي، وإن كان لا يطبق في جميع دول العالم لكنه مهم. كما أسلفت لكم صدر قرار جدا مهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهرين، أيضا قبل شهرين وبضعة أيام صدر قانون الذكاء الاصطناعي من قبل الاتحاد الأوروبي، ويعد أول قانون شامل يتحدث عن الذكاء الاصطناعي في العالم. وافق أعضاء البرلمان عليه بأغلبية، والآن سيدخل قواعده ستصبح سارية تقريبا في نهاية هذا الشهر أو بداية شهر يونيو، وسيتم تنفيذه على مراحل بعد سنة تقريبا في عام 2025. يعد قانون جدا مهم تحدث بشكل مفصل عن الذكاء الاصطناعي. طبعا هناك عدد كبير من الخبراء يعني يوافق عليه بشكل كامل، والبعض
يتحفظ على بعض الأمور التي وردت فيه، لكنه يعد نقلة نوعية. نحن بحاجة إلى قانون بمثابة اتفاقية ملزمة، لأن القانون هذا أصبح إذا تم إصداره ودخل حيز التنفيذ سيصبح قانون ملزم على دول الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى قانون على المستوى العالم، يعني يصدر، طبعا يصدر القانون على مستوى العالم بشكل اتفاقية تكون ملزمة، ليست قواعد فيها إرشاد أو قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة أو توجيهات من جهات مختلفة. المسألة المهمة هنا أن الذكاء الاصطناعي إذا لم يتم وضع ضوابط واضحة لمكافحته سيخرج لنا بين الفينة والأخرى الكثير من المخاطر والانتهاكات التي قد تصيب جوانب كثيرة من جوانب الحياة، سواء كان في مجال حقوق الإنسان أو حتى في المجالات الأخرى. بعد كل هذا النقاش، سؤال أخير يعني أنا أسأله لكم وأترك الجواب عندكم حتى لضيق الوقت، هل هذه الجهود كافية لمواجهة مخاطر الذكاء الصناعي؟ جهود ممتازة سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الاتفاقيات أو على مستوى جهات أخرى، لكن حقيقة هذه الجهود ليست كافية. الذكاء الاصطناعي يتطور، فلا بد أن يكون هناك تطور تشريعي، تطور دولي، تطور من خلال الأنظمة، من خلال النصوص، ومن خلال التطبيقات، ومن خلال وسائل مكافحة هذه المخاطر. على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى مستوى القانون الدولي الإنساني، نحن بحاجة إلى اتفاقيات تأخذ صفة الإلزام ولا تكون بمثابة توجيهات. فإذا كانت القواعد الثابتة والقواعد الآمرة التي تحفظ حقوق الإنسان خصوصا في أوقات الحروب يتم انتهاكها الآن دون شعور بالمسؤولية، وإذا كانت قرارات الأمم المتحدة حتى قرارات مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية لا ترقى إلى منع ارتكاب الجرائم ومنع انتهاك حقوق الإنسان، فكيف إذا كانت هناك توجيهات فقط ولا تعد كونها عبارة عن نقول عنها سياسات عامة لإرشاد الناس؟ فكما قلت لكم الجمعية العامة كانت تستخدم مصطلحات نحن نشجع ونحن ندعو ونحن نطالب، فلا بد أن يكون هناك وقفة حقيقية لتطوير وثيقة دولية تكون فيها صفة الإلزام على غرار قانون الذكاء الاصطناعي الذي صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي. أشكركم وأنا آسف جدا على الإطالة، موضوع طويل جدا وصراحة يحتاج إلى نقاش معمق، لكن أنا على ثقة أن زملائي الذين سيتحدثوا بعدي أيضا سيناقش الموضوع بشكل تفصيلي وسيكون هناك فائدة لكم جميعا. أشكركم جميعا وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم سعادة الدكتور محمد رفيق الشوبكي على هذه المحاضرة القيمة والرائعة، نفع الله بعلمكم وزادكم توفيقا وإبداعا. سعادة الدكتور محمد رفيق الشوبكي فلسطيني من مدينة غزة، يعمل أستاذا مساعدا في كلية أحمد إبراهيم للحقوق بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، حصل على جائزة أفضل دكتور في تخصص القانون في الجامعة، ويعد من المختصين في القانون العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من المنظورين المعاصر والإسلامي. بارك الله فيكم وزادكم توفيقا وتميزا. والآن حضورنا الكرام، ننتقل مع حضراتكم إلى محاضرة جديدة ومشاركة جديدة لسعادة الدكتور المعماري علاء قاضي، مدير البحث العلمي والتطوير في جامعة الرشيد الدولية الخاصة، منسق مشاريع التخرج البحثية لبرنامج ماجستير نمذجة وإدارة معلومات البناء والتشييد في الجامعة الافتراضية السورية، مؤسس ومدير مؤسسة عليا للبحث العلمي والتطوير، وله سيرة علمية حافلة بالإنجازات والإبداعات والابتكارات، وأيضا له العديد من جوائز التميز في اللجان التنظيمية، ومدرب إدارة مشاريع هندسية وتخصص هندسة شبكات كمبيوتر. وسيقدم لكم حضورنا الكرام محاضرته العلمية بعنوان أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل القانون الدولي. تفضل دكتور علاء، معكم الصلاحية. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. نعم دكتور. إن شاء الله واضحة. نعم دكتور، تفضل، بارك الله فيكم.
حياكم الله. بداية يعني لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا وأشكر منصة أريد بداية وحضراتكم المنظمين والمشرفين على هذه الندوة المميزة صراحة. وأكيد بشكر الدكتور محمد، ما شاء الله عنه يعني سيرة ذاتية قوية جدا، و يعني الواضح من كلامه أنه يعني متمكن من المجال، وحتى ما شاء الله يعني تكلم عنا جميعا ما شاء الله، يعني حتى بدأ من التاريخ الذكاء الصناعي وبدأ وصل إلى الحاضر وتكلم عن المستقبل يعني، وما شاء الله يعني غطى معظم النقاط وأعتقد بشكل تفصيلي بشكل عام يعني. وحتى أني أخشى يعني أن أكون مثل كالذي يشرب الشاي بعد الحلوى فيشعر بقليل من المرارة، يعني أنا لن أستطيع أن أدخل أكثر مما دخل يعني بالتفاصيل القانون الدولي، وخصوصا انه يعني اختصاصي هو الاكثر بالتقنيات الذكاء الاصطناعيه، ولكن يعني عسى ان استطيع ان اقدم يعني ابروتش او يعني اتجاه مقاربه باتجاه اخر باذن الله تعالى. بدايه يعني ندخل بالموضوع الذي نريد ان نتكلم به اليوم، وهو اثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل القانون الدولي. فعليا يعني الأمر يبدأ من الواقع الحالي كتقنية تمام، ومن ثم أثر هذه التقنية المتجددة والمتطورة والنامية على مستقبل كينونة مؤثرة على العالم ككل، على الجلوب، على الكرة الأرضية، على مجتمعاتنا متكاملة ويعني بشكل دولي. فالسؤال الأول الذي أريد أن أطرحه، أبدأ ببداية مختلفة، لن يعني ما لح حاول أني أرجع نعرض ما هو مثلا التعريف أو إلى آخره، ولكن أريد أن ألفت انتباه الحضور إلى تعريف معين أو إلى فرق معين بين الذكاء والذكاء. نعم، بداية قبل أن أدخل بموضوع الذكاء، البارحة تماما الحمد لله يعني أكملنا مؤتمر الرشيد الأول في جامعة الرشيد الدولية الخاصة، وكان المؤتمر الأول من نوعه في الجامعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخصصات الجامعية، وكنت أنا على رأس تنظيم هذا المؤتمر بإدارة البحث العلمي والتطوير في الجامعة، حيث حاولنا أن نجمع جميع كليات الجامعة المتألفة من 7 كليات مختلفة بين طبية وطب أسنان وصيدلة إلى هندسة اللي هي لب الذكاء الاصطناعي وهندسة معمارية، ووصولا إلى الإدارة وكلية الحقوق صراحة. فكانت تظاهرة بداية هي يعني تعريفية، وخلينا نقول ك ك ك كنقطة بداية ونقطة انطلاق لاستثمار وتطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخصوصا في المجالات البحثية ومجالات الدراسات في الجامعية. وختمنا هذا المؤتمر بمشروع طلاب تخرج، طلاب طالبة من كلية الإدارة استخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل النتائج التي وصلت إليها في موضوعها الذي كان عن ايضا موضوع يعني يرقى الى موضوع الذكاء الصناعي، وهو البلوك تشين وتقنيات استخدام البلوك تشين في الانظمه المصرفيه. فموضوع الذكاء الصناعي كما ترون اساتذتي الكرام نقول عنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، يعني من لا يتكلم في هذا المجال حاليا سوف يكون ممن يعني يتاخرون عن الركب العالمي. الموضوع مهم لدرجه ان إذا غبت عنه أقل من شهر تجد نفسك قد تراجعت كثيرا، يعني التسارع في التقنيات والتطبيقات يعني هو تسارع كبير جدا، لدرجة أننا فعلا نحن حتى المختصين في المجال طبعا الذين يعيشون في الدول على العالم الثالث لا يستطيعون مجاراة حتى التطبيقات التي يعني تخرج كل يوم على مستوى تطبيقات بسيطة توليدية ذكاء اصطناعي ومولد للنصوص والفيديوهات والصور والتحليل من هنا وهناك، أنت لا تستطيع أن تحصر تمام كل هذه التطبيقات وتكتفي بأن ترى الأشهر والأكثر شيوعا واستخداما. ولذلك يعني نحن نوجه ونحض و يعني نرى في أن البداية هو أن نربي الجيل الذي
الذي ينمو الآن، الذي يتخرج الآن من الجامعات، على الاستخدام الصحيح، على الأقل أن يستطيع أن يستخدم التقنية بشكل صحيح. ولذلك نبدأ بسؤال: ما هو الفرق بين الذكاء والذكاء؟ هل أخطأ؟ لا، الذكاء والذكاء فعليا هناك مصطلحان باللغة العربية مدمجان. يعني ما لاحظت أي من القنوات أو من المفكرين أو الباحثين في هذا المجال ينبه إلى الفرق بينهم. منذ زمن أكثر من 15 سنوات ونحن نقول الأجهزة الذكية، الأجهزة اللوحية الذكية، البرمجيات الذكية، تمام؟ الآن لدينا الذكاء الاصطناعي، فهل هما نفس الأمر؟ هذا ما أقصد بين ما الفرق بين الذكاء والذكاء. ما الفرق بين الأجهزة اللوحية الذكية وبين الذكاء الاصطناعي؟ باللغة العربية هناك غموض، لأن المصطلح هو واحد وهو كلمة الذكاء، تمام؟ بينما باللغة الإنجليزية هناك مصطلحان مختلفان: السمارت والإنتليجنس. السمارت فعليا هو البرمجية القابلة للخضوع لبرمجة معينة وإعطاء فائدة لمستخدمها. فممكن أن نقول عن الجهاز أنه ذكي عندما يكون يمتلك من البرمجيات التي تستطيع أن تتصل بالإنترنت، وتستطيع أن تقدم لك المعلومات، وتستطيع أن تقدم لك الفائدة، مثل برمجيات التنصيص والفيسبوك. فكل هذه البرمجيات هي برمجيات ذكية يتم برمجها ضمن خوارزميات، تمام، ثابتة. إذن البرمجية الذكية هي البرمجية التي تمتلك خوارزمية، هالخوارزمية تعمل على تقديم خدمة معينة باتجاه معين، تمام؟ إذن هذا هو السمارت الذكي، وهذا الكلام منذ زمن قبل حتى يعني هو يجاري الثورة الصناعية الرابعة. هذا الكلام الفرق بينه وبين الانتليجنس الوعي. أنا حاولت أن أترجم كلمة أفضل من كلمة الذكاء. الانتليجنس فعليا الفرق بين الذكاء السمارتنس والذكاء الانتليجنس هو كلمة واحدة وهي التعلم. إذن الفرق وهذه الضجة الضخمة التي نسمعها الآن عن الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي، هي الضجة التي رافقت الثورة الصناعية الرابعة وأحست أحد أساساتها الكبيرة. التي يعني حتى كنا مع منصة أريد في سنة 2018 أو 2000 يعني قبل الكوفيد، كنا في مؤتمر في أحد محافل العلمية في أريد، وتكلمنا عن موضوع الثورة الصناعية الرابعة، تمام، واستخدام تعلم الآلة machine learning. فتعلم الآلة فعليا هي من أهم الأدوات ومن أهم التولز التي مهدت لظهور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على منظومة أكبر وهي البيج داتا، البيانات الضخمة، وارتباط هذه البيانات مع الإنترنت. يعني أصبحت هذه البيانات ليست فقط ضخمة، وأصبحت ميجا داتا، أصبحت ضخمة جدا جدا جدا، لأنها بيانات تنمو كل يوم بنمو أسي. إذن هذه الداتا المربوطة بشكل مباشر الآن مع الذكاء الصناعي، وقبل يومين فقط، تم الاتفاق بين شركة OpenAI المسؤولة عن شات جي بي تي وبين أبرز منصات الإخبارية العالمية، Sunday Daily، Times، وكل هذه المؤسسات الإعلامية والإخبارية المشهورة والكبيرة، وتم ربط هذا الذكاء الاصطناعي بجميع قواعد بيانات هذه المؤسسات. مما الآن سوف يفتح لدينا، يعني الأسبوع الماضي لم نكن نرتاح ويأتينا خبر الشات جي بي تي 4.0 أوميني، ضجة كبيرة على هذا الاختراع الجديد، يلحقه مباشرة الجيميناي الجديد، يعني بعده مباشرة اتفاقية حتى يصبح الذكاء الصناعي أكثر شفافية وأكثر دقة بالمعلومات. هذا الكلام، هذه التسارع الرهيب، هذا يدلنا أن الذين يعملون على موضوع الذكاء الصناعي هم الآن في طور البداية، حتى الآن هم في طور البداية.
هذه المرحلة هي مرحلة مهمة في تاريخ البشرية بشكل كبير جدا، يعني فوق ما يعيه بعض الناس أو أغلب الناس. أنا أشبه هذه المرحلة بنفس مرحلة اختراع، أهم اختراع في البشرية، الذي قلب الموازين كلها وفتح الحقبة الاستعمارية، وهي اختراع الماشين، يعني نحن نسميه الماشين ليرنينج، اللي هو المحرك البخاري، الذي مكن البريطانيين والفرنسيين من احتلال الكرة الأرضية بهذا الاختراع، المحرك البخاري الذي وضع على السفن، وبدأت السفن تجوب البحار، وأصبحت المسافات بين البلدان من سنوات إلى أشهر. هذا الاختراع بحد ذاته هو اختراع الأسلحة النارية، غير وجه الكرة الأرضية. وفعليا الآن الذكاء الاصطناعي سوف يغير وجه الكرة الأرضية، فنحن إن وعينا أم لم نعي ذلك الآن سوف نرى ثمار هذا الكلام قريبا جدا. يعني مسبقا نحن رأينا بعض هذه النتائج. فالفرق بين الذكاء والوعي، المرحلة الماضية من وقت اختراع الكمبيوتر إلى الآن نحن نستطيع أن نسميه ذكاء، بينما الوعي الذي يعتمد على التعليم، إذا نحن الآن نتعلم. أعتقد هناك ثواني، عفوا، الاعتماد على التعليم، فعليا أعتذر على هذا الخطأ التقني، الاعتماد على التعليم، الروبوت أو الذكاء الاصطناعي أصبح يتعلم وأصبح ينمو معرفيا. إذا الآن أنت تنشئ ملفا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو ملف ذكاء اصطناعي، أو بوت ذكاء اصطناعي. هذا البوت فقط تعطيه معلومات، تعطيه بيانات، تعطيه داتابيز، قاعدة بيانات، فهو ينمو معرفيا ويتطور ويتعلم وتزداد خبرته مع الوقت. فهذا الكلام هو الفرق بينه وبين البرمجية العادية، مثل الوورد، مثل الإكسل. هذه البرمجيات ذكية، تستطيع أن تعطينا أمر معين، تحلل موضوع معين، ولكن الذكاء الاصطناعي تعلم اللغة البشرية، وأصبح التواصل بينه وبين البشر أقرب إلى الواقع. فهذا القرب من الواقع هو الذي يؤثر على الضجة الإعلامية حاليا، بأنهم أصبحوا يتكلمون معه وكأنه شخص حقيقي اعتباري، يفهم الكلام بالدرجة الأولى، يفهم الكنايات والتشابيه، لأنه أصلا تعلم هذه الأمور كلها بشكل كامل من الانترنت ومن البيانات التي تم تدريبه عليها. وحتى الآن أصبح يستطيع أن يميز المشاعر من خلال تعابير الوجه، من خلال نبرة الصوت، من خلال حتى يعني هذه من خلال حتى الكتابة، تمام، باستخدامك المنصصات والإشارات الترقيمية، ممكن أن يستطيع أن يستشف ماذا تريد وما هي حالتك النفسية. إذن هذه الأمور، التعلم والقدرة على توليد إجابة، تمام، توليد إجابة وليس نسخ ولصق وليس تقليد، هو يولد إجابة بناء على حالتك وبناء على السؤال الذي يعني قمت بسؤاله. إذن هذا الكلام، يعني نحاول الآن أن نعود إلى موضوع الرئيسي للجلسة، والقانون الدولي والذكاء الاصطناعي. طبعا الدكتور محمد أسهب بكثير، يعني ولكن أنا يعني أحاول أن أسلط أضواء من ناحية التقنية، تمام. إذا كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يؤثر أو أن يساعد أو أن يطور القانون الدولي؟ يستطيع من عدة جوانب. الأول هو عمليات البحث العلمي، وعمليات تحديد الفجوات، وعمليات تحديد الاحتياجات في القانون الدولي. كيف يكون هذا الموضوع؟ عندما يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من القوانين الدولية، فإنه يستطيع أن يقارن بينها ويحللها
ويستخرج نقاط الضعف ويستخرج نقاط القوة، تمام، ويمكن يعيد صياغتها حتى تلائم بعض من الكلتشر، بعض من الثقافات، فيستطيع أن يخصص، وهي من أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، القدرة على التخصيص. كيف؟ يعني أنا أستطيع أن أقول له بكل بساطة أريد مسألة رياضيات في تستخدم عملية الضرب، الهدف منها هو تعليم الطالب على عملية الضرب، تمام؟ أستطيع أن أقول له أريدها بمستوى صف خامس فقط، تمام، ابتدائي، ونفس هذه المعلومات أقول له أريد نفس مسألة تعلم على تقنيات الضرب ولكن مستوى صف تاسع أو مستوى بكالوريا أو سادس ثانوي. هذا الكلام الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتلاعب بمستوى المعلومة ويتلاعب بمستوى صعوبة المعلومة والقدرة على المانيبيوليشن، التعديل، والكستمايزيشن، التعديل. هذه القدرة إذا تم تطبيقها على قواعد القوانين الدولية فهو يستطيع، طبعا أنا أعرف في ببروتوكولات القانون الدولي من أمهر من يصيغ يقوم بصياغة القوانين الدولية هم البريطانيين باللغة الإنجليزية الثقيلة، فهم يتلاعبون على الكلمات، يتلاعبون على المصطلحات بحيث أن المصطلح نفسه يمكن تفسيره بعدة طرق وتلائم جميع الأطراف، ولذلك يستطيعون أن يصلوا إلى توافق معين بين الأطراف كلها. فالفكرة بالبداية هو أن يكون لدينا القدرة على تحليل والبحث على النقاط الضعف والقوة في النصوص القانونية وتطويرها بما يتوافق مع من؟ مع جميع أطراف النزاعات. النقطة الثانية هي التنبؤ بالنتائج القضائية، فإذا كان لدينا الآن نقطة نزاع معينة فيقوم الذكاء الاصطناعي بدراسة رغبات وتطلعات جميع الأطراف ومحاولة منه أنه أن يصل إلى صيغة تلبي جميع رغبات أو جميع متطلعات الأطراف. هذا لغويا، يعني هو هذا الكلام يستطيع أن يصل إليه لغويا بأن يحلل هذا الموضوع. إذا الموضوع الثالث هو إدارة المستندات والأرشفة، هذا أصلا صار من المسلمات، يعني أن الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على أولا تنضيد وإدارة الملفات بكميات كبيرة ضخمة تصل إلى الميجا والجيجا من أوزان المستندات وأرشفتها، والقدرة على تنظيمها واستخلاص المعلومات منها، يعني ليس فقط تنظيم بيانات، لا، بل أرشفتها وتحليلها واستخلاص معلومات من البيانات التي تم أرشفتها. إذن هذه الثلاث نقاط رئيسية هي من أهم النقاط التي يستطيع أن يعدل أو يطور الذكاء الصناعي فيها القانون الدولي. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى ومبحث آخر كمان ما شاء الله الدكتور محمد تكلم فيه كثيرا، وأحاول أن يعني أن أختصر وأن يعني أن أسلط الضوء تقني، يعني الدكتور محمد يسلط الضوء القانوني، أنا أحاول أن أسلط الضوء تقني. إذا النقطة الأولى هي قضايا الخصوصية وحماية البيانات. الأمر الأول الذي تكلمنا فيه أن الذكاء الاصطناعي اعتمد على البيانات الغيرية للتعلم، إذا هو يعتمد بشكل عام على البيانات الأوبن سورس، البيانات التي هي مفتوحة المحتوى المجانية الوصول، فهو يعتمد على كمية كبيرة من البيانات وممكن أن يتم استخدامه في مجالات أخرى. مثال، عندما ترى مثلا خوارزميات الفيسبوك أو خوارزميات برمجيات البيع والشراء مثل علي بابا وأمازون، كيف تساعدك بأن يعني الهدف هنا المساعدة مبدئيا، مساعدتك في اختيار رغباتك، ولكن فعليا هم ممكن أن يستخدموا جهازك لكي يتسمعوا على مكالماتك أو على
محادثتك مع زوجتك وتريد أن تشتري شيئا ما، فمباشرة هم يعطوك، يعني يعطونك الأشياء التي تحتاجها مباشرة. يعني استخدام هذه البيانات طبعا بعد الأخذ من بإقرار من حضر يعني من حضرتك، يعني أنت تقوم بكتابة موافق والضغط على موافق. وطبعا نحن جميعنا لا نقرأ ما في هذا السطور الكثيرة، وخصوصا أنها باللغة الإنجليزية. يعني نعمل سكرول داون سكرول داون ثم نضغط موافق على ماذا، لا مشكلة، المهم نريد أن نستخدم هذا التطبيق. فنحن ندفع ثمن استخدامنا للتطبيق المجاني، ندفع خصوصيتنا وندفع بياناتنا. هذا الموضوع هو النقل النوعي، هو الذي يتعلم به فعليا الذكاء الاصطناعي، فيستطيع أن يتعرف عليك أكثر منك، لأنه يعرف أين تذهب وأين تعود وماذا تفعل، كيف تمشي، هل كم ميل تركب السيارة، كم ميل تمشي بقدميك. المعلومات التي يأخذها جوجل منك في موبايلك، أنت لا تستطيع أن تعرف مدى كم ساعة تنام، هو يعرف أنت كم ساعة تركت الموبايل، ولم إذا كنت ترتدي الساعة الذكية، فهذه الساعة السمارت تمام سوف ترتبط مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي سوف يعرف كم ساعة تنام، وهل تنام بعمق، وهل تنام بانزعاج، هل المخدة التي تحت ركبتك أزعجتك عندما استيقظت صباحا. كل هذه المعلومات سوف يستطيع أن يستشفها ابتداء لمعرفة خدمتك. فإذا نحن طورنا هذا الموضوع وعممناه من الأشخاص إلى الدول، فالذكاء الاصطناعي سوف يتعلم عن الثقافات، وسوف يتعلم عن السياسات، وسوف 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 يستطيع أن يقدم لك الخدمات التي تناسب من؟ تناسبك أو تناسب الذي صممه أو إلى آخره. ومن هنا نبدأ بالكلام عن موضوع التحيز والعدالة، وموضوع مهم جدا، وهو مسؤولية القرارات الآلية، أو من سوف يدفع لي، أو من سوف يعوض صاحب الضرر إذا أصابه ضرر. تمام؟ وهذا أيضا موضوع تكلم فيه الدكتور محمد مشكورا، ولكن أحاول الآن أنا أخصص فيه على مستوى شخصي حتى تكون أقرب للأذهان الحضور، ومن ثم نعممه على موضوع الذكاء أو على موضوع القانون الدولي. لنفرض مثالا معينا، أول مثال، إذا أنا مثلا شخص يربي كلب ما، وهو يمشي في الشارع، ومن ثم هذا الكلب هجم على شخص آخر وقام بعضه، تمام؟ إذا هنا حصل ضرر. لننسى التقنية، لنسأل الآن من يعاقب في هذه الحالة؟ هل يعاقب الحيوان؟ أم هل يعاقب صاحب الحيوان؟ أم من يعاقب في هذه الحالة؟ هناك من هم الأطراف؟ أم لا يعاقب؟ قد يكون الشخص هو الذي استفز الكلب فهجم عليه وعضه، يعني من يعاقب في هذه الحالة؟ هناك قوانين، وهذه القوانين بما أنها وضعية يعني فممكن أن تكون يعني محط للنقاش ومحط للجدل إلى الآن. فإذا على مستوى حيوان أليف ممكن تربيته في المنازل وألحق ضرر، طبعا هناك قوانين تقول لك ممكن أن يعدموا الكلب ويسجنوا صاحب الكلب، ويعتبرون ممكن أن يعتبر الكلب إذا كان من فصيلة معينة ممكن أن يعتبر ماذا؟ يعتبر أنه أداة قتل، ممكن أن يكون هذا الكلب مدرب، فهذا صاحب الكلب أطلقه على الشخص حتى يغتاله مثلا. إذا هناك الكثير من التشعبات القضائية والتشعبات القانونية لهذا الموضوع. فإذا أخذناه على وجه التشابه، ويعني هناك وجه ولكن ليس تام التشابه طبعا، فمن سوف يحاسب في هذه الحالة؟ هل تحاسب التقنية كما تم قتل الكلب مباشرة مثلا؟ يتم حذف الشات جي بي تي، البوت الذي أنت طورته مثلا، هذا كلام ممكن؟ لا. يعني كما الآن الهاكرز مثلا أو المبرمجين يبرمجون فيروس ويبرمجون تروجن، فهذا التروجن يصبح محرما أصلا تداوله، ويتم إدراجه ضمن الأنتي فيروس، فممكن أن يتم محاربة التقنية. هل يتم محاسبة المبرمج؟
تمام، من برمج هذه التقنية أم المصنع الذي صنع الهاردوير؟ لأن التقنية لا توجد في الفراغ، يجب أن تكون محتضنة ضمن هاردوير، ضمن جهاز معين أو ضمن آلية معينة، أم فقط المستخدم الذي استخدم هذا الكلام؟ طب إذا كان المستخدم هو من تضرر، لأن الموضوع متغيراته كبيرة جدا ولا يمكن ببساطة إعطاء حكم. ولنضع أيضا مثال آخر، فلننسى أنه موضوع الحيوانات الأليفة المربّاة في المنزل. لنفرض أن مستشفى معينا، كما اليوم الدكتور فادي، الدكتور يعني دكتور في القانون عندنا في كلية الحقوق في جامعة الرشيد، ضرب هذا المثال الرائع. لنفرض أن مشفى الآن استخدم روبوتا في القيام بالعمليات الجراحية، وبالفعل تمت العملية، ولكن للأسف توفي المريض. طيب الآن من سوف يحاسب في هذه الحالة؟ هل يتم تكسير الروبوت وإلقاء اللوم عليه، أم وضع الروبوت في الحبس مثلا، أم هل نأتي إلى المبرمج، تمام، الذي برمج الروبوت ونقول الحق عليك، أنت الذي برمجت الروبوت خطأ، أم هل الشركة المصنعة للروبوت هي التي تتحمل مسؤولية الخطأ، أم هل المشفى الذي اتخذ قرار في استخدام هذه التقنية، أم هل فعلا المريض هو الذي تحمل المسؤولية ووقع أنه في حال حدوث أي مسؤولية أنا أتحمل هذه المسؤولية؟ إذا توصلنا في نهاية اليوم أنه يوجد نظرية العقدية. إذا يعني إحدى الاقتراحات أن تكون النظرية العقدية بين المتعاقدين المتعلقة بالتقنية هي السارية، فتخصص عقود متخصصة لتقنيات متخصصة، كل تقنية تقع المسؤولية باستخدامها على أحد الأطراف أو على مجموعة من الأطراف بنسب متساوية أو مختلفة بحسب العقد. فهذه التقنيات في النهاية هي تستخدم للخدمة البشرية، تستخدم لخدمة البشرية، بحيث أنها يجب أن تكون يعني يجب أن تكون أن توفر عليه الوقت، يجب أن توفر عليه المال، يجب أن توفر عليه الجهد، يجب أن توفر عليه الدقة. فهذا الكلام من سوف يكون هو صاحب المسؤولية؟ ومثال يعني مشهور جدا عن هذا الموضوع وهو الترولي ديسيجن، أو قرار القطار. لنفترض أن قطار يمشي في طريقه، تمام، الطريق بشكل مباشر، ويوجد في طريقه، تمام، 5 أشخاص مربوطين. إذا مشى القطار سوف يدهسهم وسوف يموت 5 أشخاص، بينما يوجد شخص واحد فقط في مكان هو يعلم أنه ليس مكان قطار. يعني هم يعرفون أن هذا مكان قطار وهم ينامون لنفترض في مكان القطار، ولا يكترث بالقطار، وإن أنت مع مشكلة يعني نريد أن نموت أو لا نهتم بالقطار، وأنت الآن المشرف على طريق القطار، هل تترك القطار يمشي ويدهس الـ5 أرواح هذه، أم تغير مجرى القطار وتجعله يدهس الشخص واحد؟ ألا ممكن ترى أن هذه المعضلة بسيطة، ولكن إذا طورناها قليلا نقول لك أن هذا طفل، وهذا طفل يلعب وهو يعرف أن هذه المنطقة مهجورة ولا يمشي فيها القطار، فأنت تظلمه عندما تقتله، وهؤلاء الـ5 أطفال مثلا يلعبون وهم يعرفون أن هذه منطقة خطر وهم يعني يضحون بحياتهم. فهم ممكن أنك تكون في مأزق نفسي، وممكن أن أطور هذا أكثر ويقول لك أن هذا الشخص وابنك، يعني هؤلاء الأشخاص الـ5 هم أطفال الجيران أو أنت لا تعرفهم. أنا أقول لا تعرفهم، ليسوا أعداءك، لا تعرفهم،
فالميزان يقلب، يعني تكون أريد أن أنقذ 5 أشخاص، ولكن لا، عندما أصبح ابني لا فليذهب العالم إلى الجحيم. هذه فعليا هي طريقة برمجة. إذا أنت كيف تبرمج نفسك؟ من برمجك؟ برمجتك العادات والتقاليد والأسرة التي تربيت بها والمجتمع الذي ذهبت الذي خرجت منه والمدرسة التي ذهبت إليها. كل هذه البيئة المحيطة ساهمت في برمجتك. فأنت مسؤول في النهاية، يعني نحن كأشخاص معنيين نحن مسؤولون عنه. بينما إذا كان الذي يمسك بالعصا الآن ليس أنت، روبوت أو ذكاء اصطناعي، الذي قام ببرمجته سوف يضع خوارزمية قرار. طب على أي أساس يجب أن يوضع هذا القرار؟ هل يمكن لنا أن نضع له مفردات والروبوت أو الذكاء الصناعي هو يبني معلوماته مع نفسه ومن ثم يؤدي هذا الكلام؟ هذا الكلام حاليا يعني هذا هو يعني مربط الفرس، هذا هو الشيء المحير. تمام، أنت تتعامل مع شيء سوف يصبح له كيان، وهنا الآفاق الحالية والمستقبلية، وهو الشيء الصعب أو الشيء المذهل عن الذكاء الاصطناعي، أن بعض الدول الأوروبية الآن تحاول أن تعطي جنسية للذكاء الاصطناعي، تخصص ذكاء اصطناعي معين وتعطيه جنسية. هذه الجنسية عندما يأخذها يصبح هو قابل للاتهام أو قابل لتحمل مسؤولية أو إلى آخره. والموضوع الأكبر والخبر الذي سمعته اليوم، أنتم تلاحظون الأخبار اليوم، البارحة، قبل البارحة، قبل أسبوع، اليوم سمعت خبر إذا كان صحيحا سوف يكون نقلة نوعية كبيرة ومخيفة. تم زواج وتسجيل حالة الزواج الأولى من نوعها بين امرأة وبين هيلوغرام ذكاء اصطناعي في منصة ميتا التابعة للفيسبوك، منصة ثلاثية الأبعاد. تم تسجيل زواج بين هيومن بينج، بين إنسان بشري وبين ذكاء اصطناعي. كلمة الزواج ماذا يترتب عليها من قوانين؟ ماذا يترتب عليها من أفعال؟ ماذا يترتب عليها من أمور لها بداية وليس لها نهاية؟ فيجب تطوير القوانين، يجب، هذا الكلام مفروغ منه. يعني القوانين أصبحت يعني لا أعرف، يعني الآن مرحلة أخرى، يعني كلمة قانون سوف تصبح تتحول إلى عقد، يعني القانون أصبح متغيرا، لأن المرحلة الحالية هي عبارة عن مرحلة متسارعة بشكل كبير جدا، ومرحلة يعني تحمل من المعاني ومن الأمور الجليلة والضخمة ما لا يعني يستطيع التنبؤ بها. تمام، فقدرة الذكاء الاصطناعي على الدخول في كل المجالات، من الطب إلى الهندسة إلى الأمور الأدبية والفنية، ووصولا إلى الأمور القانونية التي هي مهمة جدا لتنظيم جميع ما سبق من الأمور التي تدخل فيها الذكاء الاصطناعي، فهي من البديهيات سوف يكون لها دور، وسوف يكون من الصعوبة بمكان تحديد هذه الأمور وتحديد يعني التعامل مع كيان جديد. للآن نحن نجهل إمكانياته، نحن للآن نستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد، كمقوي بشري، كمساعد بشري، كبوستر، كمعزز للبرودكتيفيتي، للإنتاجية البشرية للآن. أما للآن لن نستخدم أو لم يصل الذكاء الاصطناعي للقيادة هذا القرار. ممكن وصف في بعض النقاط كما ذكر الدكتور محمد، يعني هناك روبوتات مقاتلة تم برمجتها لقتل أي شيء متحرك أمامها. إذا هذه البرمجة، يعني عندما تبرمج الروبوت لقتل كل ما يتحرك أمامه، إذا هذا يعني لا يميز بين حتى إنسان وحيوان، وبين حجر دفعته ريح فهبط تم اقتناصه، أي شيء يتحرك يتم قنصه. إذا هذا الكلام خطير جدا، يدعو للخوف، أكيد يدعو للخوف، ولكن
الأفضل من الخوف فقط هو التعلم ومحاولة مجاراة، على الأقل محاولة مجاراة. في النهاية ذهبت إلى الذكاء الصناعي قبل قليل وكتبت له: ارسم لي أكثر صورة مخيفة عن الذكاء الصناعي. فأتحفني بعدة خيارات، هذه أحدها: الشيء المخيف ممكن ليس الوجه اللي هو شبيه بالجمجمة أو الكذا. أنا أعتقد أكثر ما يخيف في هذه الصورة هو الكاميرا التي يحملها بيده، والكاميرا التي يضعها على جبينه، والمجموع الهائل من الكاميرات التي تراها، وعدسات الكاميرات التي تراها في كل مكان، والتي أعتقد هو يحمل رسالة. يعني الكاميرا التي تراك معناها الرصد، إني أنا أراكم، أنا سوف أتعلم، أعرف عنكم أشياء أنتم لا تعرفوها عن نفسكم. ومن ثم إذا نظرت في العدسة سوف ترى وجهك، المفروض أنه وجهك الذي سوف يظهر في العدسة الكاميرا. فالموضوع من الخوف بمكان من باب الجهل، فالإنسان عدو ما يجهل، فحتى لا نخاف مما نجهل يجب أن نتعلم. فالعلم هو الوسيلة الوحيدة برأيي لكي نعيش هذه الحقبة، تمام، و يعني سرفايف، نستطيع أن ننجو بحياتنا. أثقلت عليكم وأشكركم لهذه الجلسة، ولا يسعني إلا أن أعيد المايك إلى السادة القائمين على الندوة، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر ولم تنال لجهودكم المبذولة في هذه المحاضرة الرائعة والنافعة، وسعادة الدكتور علاء قاضي من أكرمكم الجمهورية الله، العربية بارك الله. السورية، بارك الله بجهودكم وزادكم تميزا وإبداعا. نعم، حضورنا الكرام، نبقى مع محاضرة جديدة بعنوان: القانون الدولي أمام فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي. يقدمها لنا سعادة الدكتور عبد الهادي الخضراوي، دكتور متخصص في القانون الخاص، القانون الرقمي من المغرب. وأيضا سعادة الدكتور عبد الهادي مؤطر في مجال الرقمنة والقانون، مكون وطني في مجال تقييم السياسات العمومية وتقنيات الترافع والتنشيط. تفضل الدكتور عبد الهادي، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جد سعيد بالمشاركة في تأطير الندوة القيمة حول القانون الدولي والذكاء الاصطناعي التي تنظمها منصة بريد العلمية. في البداية أود أن أوجه جزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ سيف السويتي المسؤول عن منصة أريد، الذي يبذل مجهودات علمية جبارة في سبيل الرقي بالبحث العلمي على المستوى الوطني العربي، خاصة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومجموعة من المحاور المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية. كذلك لا أنسى أن أشكر الفريق التقني واللوجستيكي الذي يسهر على إعدادي والندوات والمؤتمرات العلمية التي تسهر على تقديمها منصة أريد. كذلك أرحب وأشكر الأساتذة المؤطرين ضمن محاور هذه الندوة. موضوع مداخلتي يتمحور حول القانون الدولي بين فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي، من إعداد الدكتور عبد الهادي الخضراوي متخصص في القانون الرقمي. عناصر المحاضرة: أولا، مفهوم أهمية القانون الدولي. ثانيا، مفهوم الذكاء الاصطناعي. ثالثا، فرص الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الدولي. رابعا، تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الدولي. وسننهي هذه المحاضرة بخلاصات ومقترحات. بالنسبة لمفهوم القانون الدولي وأهميته، لا شك أن القانون الدولي هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الدول والكيانات الدولية الأخرى، سواء في حالة السلم أو الحرب، بهدف تحقيق العدالة والأمن والسلم الدوليين. كما نعلم أن القانون الدولي هو مجموعة يتعامل مع قضايا مختلفة
مثل حقوق الإنسان، وسائل الاشتباك، وسائل النزاعات، الدبلوماسية الإقليمية والدولية، الإقليمية والدولية، كذلك معالجة مجموعة من القضايا الاجتماعية ذات الطابع الدولي. كذلك نعلم أو من بين الخصائص التي تميز القانون الدولي هو أنه يساهم وينظم استمرار العلاقات الدولية بشكل سلمي ومنتظم ودائم، وبالتالي فإن عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي يؤدي إلى عدم انتظام العلاقات الدولية أو لتفكك العلاقات الدولية أو فوضى في العلاقات الدولية. ننتقل إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي والجزء الثاني من المحاضرة. لا شك أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في من أبرز المواضيع الرائجة والتي تعرف حديث نقاش جدال في العصر الحديث، حيث أصبح للذكاء الاصطناعي في أجندة الحكومات والدول، وكذلك أصبح من بين الأدوات التي يعتمدها الأفراد في التدبير وفي حياتهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية. إن مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته ليس أمرا أساسيا للجميع لمواكبة التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية، بل أصبح الأداة الأساسية والرئيسية التي بدونها لا يمكن العيش، ولا يمكن إنجاز مجموعة من الخدمات والأنشطة، على اعتبار أن الدول والحكومات والأفراد والمجتمعات نقلت مجموعة من المهام والخدمات والأدوار من الجانب التقليدي إلى الجانب الرقمي أو الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بشكل كلي تقريبا، وبالتالي بات الذكاء الاصطناعي أهم الأدوات والوسائل الأساسية التي تساعد الأفراد والمجتمعات على تدبير الحياة اليومية. كذلك يعرف الذكاء الاصطناعي، هناك مجموعة من التعاريف واقتصرنا على بعض التعاريف المهمة والتي تناقش مجموعة من الأفكار، وهو أن الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب. لا شك أن علوم الحاسوب هي علوم متعددة، والذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهتم بتطوير الأنظمة والبرمجيات التي تظهر قدرات تشابه أو تجاوز القدرات البشرية. وبالتالي من خلال هذا التعريف، الذكاء الصناعي هو مجموعة من القدرات ومجموعة من الآليات والبرامج والتطبيقات والخوارزميات التي تحاول أن تظاهر الفكر البشري وما يقومه الفكر الإنساني من الذكاء الإنساني من تحليل وإيجاد حلول المشاكل واقتراحات وتصورات. وبالتالي هذه المميزات التي يتميز بها الذكاء الإنساني أن يقوم بمثلها. وكذلك هذا في حالة الذكاء الاصطناعي العادي الذي ينتشر في هذه الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولكن يمكن أن يتجاوز، هذا هو السؤال المطروح، يمكن أن يتجاوز الذكاء الصناعي الذكاء البشري؟ هناك يمكن في حالة أن الذكاء الصناعي أصبح ذكاء فائق القدرات، وبالتالي يمكن له أن يتجاوز القدرات البشرية على مستوى تحليل واقتراح الحلول. وكذلك ما يميز هذه المرحلة، مرحلة الذكاء الصناعي الفائق، هو اتخاذه للقرارات بشكل مستقل عن البشر، وبالتالي هذه نقطة اللا عودة ونقطة الافتراق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري والذكاء الإنساني. وبالتالي هذه ستشكل مجموعة من التحديات والمخاطر، لأنه ستتيح للذكاء الاصطناعي العمل واتخاذ القرارات بمعزل البشر، وهذا يؤكد على أن يعني الأفق المستقبل الذكاء الصناعي فائق القدرات أفق مجهول وأفق ضبابي، لا أحد أو الأحد يمكن أن يتصور أن يقوم باحتمالات حول ما يمكن أن يقوم به الذكاء الصناعي فائق البشرية. رغم أن هذه المسألة هي سابقة لأوانها، ولكن لا بد من إثارة الانتباه إليها لمحاولة اتخاذ و الخروج بمجموعة من يعني التوصيات والقرارات من أجل تعميق النقاش في هذه المسألة والخروج بحلول، حتى لا يخرج الذكاء الصناعي يعني السيطرة البشرية
وتكون له انعكاسات على البشرية بشكل خطير، انعكاسات على البشرية بشكل خطير جدا. كذلك الذكاء الاصطناعي هو يعتمد على مجموعة من التقنيات والطرق المعقدة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية لتحقيق أهدافه، وكذلك هذه من بين الميزات، واتخاذه للقرارات، تحليله للمعطيات والنتائج، هذه من بين يعني الأمور المعقدة التي لا يمكن للعقل البشري وللذكاء البشري والإنساني أن يفهم كيف يتخذ الذكاء الاصطناعي هذه القرارات ويتوصل إلى الحلول. لحد الآن الكل يجهل هذه الطريقة، وبالتالي هذه من بين الصعوبات والتحديات التي تفرز الذكاء الصناعي. من خلال هذه المفاهيم وهذه الأهمية وهذه المواضيع، يمكن طرح إشكالية تالية: ما هي فرص متاحة للذكاء للقانون الدولي للاستفادة من الذكاء الصناعي، وكيف يمكن التغلب ومواجهة مخاطر وتحديات الذكاء الاصطناعي؟ مجموعة من الفرص يتيحها الذكاء الصناعي في مجال القانون الدولي، نذكر منها على سبيل المثال: هناك اقتراح حلول وتحليل مجموعة من القضايا في مجال القانون الدولي عن طريق تحليل البيانات التي تساعد الهيئات والمنظمات والحكومات في تحليل هذه البيانات، بطبيعة ضخمة وكثيرة، تساعد على اتخاذ القرارات والحلول. وهذا يظهر من خلال يعني أن الحكومة الرومانية في الآونة الأخيرة قامت باعتماد كيان الذكاء الاصطناعي كمستشار للحكومة الرومانية، اتخذ اسم أيون لهذا الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وما يروج فيها، ويقترح مجموعة من الحلول ومجموعة من المقترحات للحكومة من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا، وبالتالي هنا اعتبر مساعدا للحكومة بمثابة مستشار. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم يعني من خلال استخدام آليات التقل لفحص القرارات القانونية السابقة وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المستقبلية أو القرارات المزمع يعني اتخاذها بشأن بعض الملفات وبعض النزاعات وبعض الأمور التي يعالجها القانون الدولي. وبالتالي فإن المدخلات التي البيانات المدخلة لخوارزمية الذكاء الاصطناعي تعطينا مخرجات من أجل استعمالها في القضايا التي يعالجها القانون الدولي: حقوق الإنسان، النزاعات الإقليمية والدولية، وكذلك مجموعة من الأمور. كذلك القانون الدولي يوفر استشارات قانونية، يمكن للقانون الدولي أن تستعين به المنظمات والحكومات والهيئات والأفراد من أجل أن يقدم لها استشارة معينة بخصوص موضوع من المواضيع التي تدخل في إطار القانون الدولي. كذلك القانون الدولي الذكاء الاصطناعي يتيح دقيق التعرف على حقوقهم وواجباتهم القانونية الدولية، مثل حق اللجوء، من حق المشاركة السياسية، من حق عدم التمييز، من حق العيش في بيئة سليمة، ومجموعة من الحقوق الدولية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمها ويرشد الأفراد إلى كيفية إلى أو إلى مضمون هذه الحقوق. كذلك الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من عمليات البحث القانوني، تساعد القانون الدولي والباحثين في القانون الدولي والمختصين في القانون الدولي، يساعدهم من خلال ما يقدمه من أدوات بحثية على يعني إيجاد أحكام وإيجاد تشريعات وإيجاد مقترحات بديلة لتطوير المنظومة القانونية الدولية وتقديم المقترحات بشأن بعض القضايا. كذلك يمكن للقانون الدولي أن يوفر فرصة بعض القضايا كذلك يمكن للقانون الدولي أن يوفر فرصة إنشاء شبكات وشراكات دولية بين المنظمات والحكومات والجامعات والمؤسسات لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي. كذلك الذكاء الاصطناعي يوفر التعليم والتدريب، حيث يقوم بتوفير خبراء متخصصين مؤهلين لتطوير التكنولوجيا وتبنيها بشكل فعال في مختلف القضايا الدولية، أي أن الهيئات والمنظمات سواء كانت حكومية، دولية أو إقليمية يمكن لها أن تستفيد مما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي من فرص للتعلم والتدريب، حتى يكون لديها متخصصين في حل النزاعات والمسائل ذات الطابع الدولي، أو المسائل والقضايا التي يقوم القانون الدولي بمعالجتها وتنظيمها.
كذلك يعني من بين الفرص الإيجابية التي يقوم الذكاء الصناعي أي أن الخوارزميات الذكاء الصناعي من خلال البيانات المدخلة حول بعض القضايا وبعض الملفات يمكن أن يقوم بتنبؤات حول بعض النزاعات ذات الطابع الإقليمي والدولي ويقدم بشأنها مقترحات وبدائل وحلول يمكن أن تساعد المنظمات والحكومات على اعتمادها. يحسن كما أن للذكاء الاصطناعي بيقوم بفعل برامجه وتطبيقاته وأنظمة التي يفرزها بشكل يومي ومستمر أن يساعد من عملية التفاوض والتسوية القانونية بين المنظمات والدول والحكومات، كما يمكن أن يكون أداة أساسية في مساعدة للدبلوماسية سواء الرسمية أو الموازية لمعالجة القضايا ذات الطابع الدولي، وبالتالي لا يمكن أن يكون معالجة القضايا ذات الطابع الدولي وبالتالي لا يمكن أن يكون بديلا عن عملية التفاوض البشري والدبلوماسية البشرية، لأنه هنا إذا وصلنا إلى مرحلة أن يكون بديلا فكيف يمكن مساءلته قانونيا، ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي يمكن أن يتخذها والتي يمكن أن تسبب أضرارا أو يمكن أن تنتهك بعض الحقوق؟ وبالتالي هنا في هذه المرحلة الحالية من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدا في عملية التفاوض، في عملية التسوية القانونية، في عملية الدبلوماسية الموازية والرسمية لإيجاد بعض الحلول والمقترحات. ننتقل إلى العنصر الثاني أو العنصر التالي أو الرابع، وهو التحديات التي والمخاطر التي يفرزها الذكاء الاصطناعي وتصبح في مواجهة القانون الدولي. أو نظرا لاتساع استخدام الذكاء الاصطناعي كما قلنا من خلال الفرص في مجال القانون الدولي واعتماده بعدة أوجه، فهناك يعني تحديات ومخاطر تصاحب هذا الاعتماد وهذا التوسع. من بينها هناك ضعف الشفافية، حيث أن الطريقة التي يتخذ بها الذكاء الاصطناعي القرارات والطريقة التي يقترح بها الحلول ويعالج بها البيانات ويحلل البيانات هي غير واضحة بالنسبة للعنصر البشري. لا يفهم كيف للذكاء الاصطناعي أن يتخذ هذه القرارات وأن يعالج هذه المشكلات ويقترح حلولا، وبالتالي تظل هنا يعني يميز هذه العملية هي ضعف في الشفافية، عدم الوضوح في كيفية اتخاذ هذه أو عملية وضوح هذه العملية التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، مما تخلق ضبابية وتساؤلا لدى الذكاء الإنساني. كذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يهدد ويفرز تحدي الخصوصية والأمان، حيث أن تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية والفردية والجماعية والمؤسساتية سواء معطيات عادية أو معطيات حساسة، يمكن أن تثير بعض القضايا الخصوصية والأمان، وبالتالي هذا الجانب يشكل تحديا تجاه الخصوصية، إذ أن الذكاء الصناعي يعتمد بشكل كبير على المعطيات والبيانات الضخمة. هذه المعطيات والبيانات التي تضم بيانات الأفراد والمؤسسات، وبالتالي ستصبح الخصوصية مهددة بشكل أكبر في ظل التوسع في استعمال الذكاء الصناعي على المستوى الدولي. من بين كذلك التحديات هناك التمييز، حيث أن تقنية الذكاء الصناعي تقوم بالتمييز والانحياز في اتخاذ بعض القرارات الدولية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال أن شبكة وسائل التواصل كل ما ينتقد أو كل المعطيات والبيانات التي تنتقد الحرب يتم حجبها ويتم التغاضي عنها من طرف الخوارزميات، وهذا ليس بشيء بديهي، بل هو يعني مبرمج في هذه الخوارزميات على أن تتعامل مع هذه المعطيات الغير المرغوب فيها والمعطيات التي لا يمكن يعني يمكن أن تجاوزها ولا يمكن ظهورها أو أن يمكن أن تحدث بعض الآثار أو يمكن أن تقوم بانتقاد الحرب، وبالتالي يتم حجبها. وهذه هذا تحدي يطرحه تمييز الخوارزميات، تمييز بعض الآراء على أخرى، تمييز بعض المعلومات على أخرى، وهذه من بين يعني الأمور التي يمكن أن تعترض وتحد من فعالية الذكاء الصناعي في المجال الدولي. كذلك هناك ضعف الشفافية، كذلك كما قلنا
شفافية كذلك كما قلنا التحديات القانونية كذلك أو التنظيمية التي تواجه المنظمات والحكومات والمؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا القانونية والتنظيمية تحديات جديدة في إطار المسؤولية القانونية للقارة المتحدة. إذا اعتمدنا على القرارات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني لمعالجة بعض القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي، من يتحمل مسؤولية هذه القرارات؟ من يحاسب على هذه القرارات؟ وبالتالي هذه التحديات تطرح في إطار المسؤولية القانونية الدولية للذكاء الاصطناعي التي يجب العمل على إيجاد حل لها في إطار يعني النقاش الدولي. كذلك التحيز، نعلم أن النظم الذكية للذكاء الاصطناعي عرضة للتحيز والانحياز. هذا التحيز يمكن أن يؤثر على عملية اتخاذ القرارات القانونية. الإنسان هو انتهاك منظومة العدالة الدولية والسلم والأمن. كل هذا يعني ناتج عن المدخلات التي تقوم بإدخالها الشركات التكنولوجية إلى خوارزمية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يجب هنا يعني العمل على تأطير عملية إدخال البيانات والمعطيات للخوارزميات، وأن تكون هذه العملية لا تخضع إلى التحيز أو الانحياز أو التمييز بين فئة وأخرى، بين ثقافة وأخرى، بين حضارة وأخرى، بين مجتمع وآخر، بين ثقافة وأخرى، حتى لا تكون هناك المخرجات كذلك متحيزة. كذلك ما يمكن أن ينتج عن الذكاء الصناعي من تحديات أو مخاطر، وهنا القدرة على يعني عدم القدرة على التفاهم والحوار، وبالتالي الاعتماد الزائد على التكنولوجيا سيؤدي إلى قدرة على يعني عدم القدرة على التفاهم والحوار، وبالتالي الاعتماد الزائد على التكنولوجيا سيؤدي إلى ضعف الحوار والتفاهم، لأن التكنولوجيا ستعوض المهام البشرية في النقاش والحوار والمقترحات والحلول والبدائل، وبالتالي يمكن أن تعطينا نتائج غير مرغوب فيها أو غير متوقعة. كما يمكن أن يتسبب الذكاء الصناعي كذلك في زيادة مخاطر اندلاع الحرب والنزاعات الدولية، وهذا يظهر من خلال الهجمات السيبرانية والحرب السيبرانية أو التهديدات السيبرانية على المجتمعات وعلى الدول وعلى كذلك المؤسسات والهيئات والأفراد. وبالتالي كلما ازداد الاعتماد على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الرقمية ازدادت وصاحبت معها المخاطر والهجومات، ليست مسلحة ولكن هجومات مسلحة ذكية، يعني تعتمد على أسلحة ذكية مثل الطائرات الذكية بدون طيار، كذلك الأسلحة الذكية، الأسلحة البيولوجية الذكية، وأسلحة النانو تكنولوجي. وبالتالي هذه كلها إفراز يطرحها الذكاء الصناعي في مواجهة القانون الدولي، وتؤدي إلى ضرورة أن القانون الدولي يجب أن يقوم بإعادة تأطير هذه الإفرازات وهذه التحديات وتنظيمها، وإعادة تأطير استخدام يعني الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لأنه هذا أخطر تحدي وأخطر تهديد يمكن أن يواجه البشرية، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة، لأن الأسلحة الذكية يتم برمجتها على استهداف هدف معين، وبعدها تتم هذه الأسلحة تقوم بتفجير نفسها دون أن تترك أي أثر يقود إلى مصدرها. وبالتالي هذه من بين المخاطر التي يعرفها الذكاء الصناعي في مجال الأسلحة الذكية. كذلك يعني الذكاء الصناعي من خلال هذه المخاطر وهذه التحديات التي يطرحها الآن، هناك أولى الفرص والإيجابيات، يظهر بأن هناك إمكانية ولا هناك توجها جديدا وتحديا جديدا يطرح على مستقبل العلاقات الدولية، على مستقبل القانون الدولي، يسائل القانون الدولي، كذلك على مستوى إعادة تشكيل وإعادة بناء وإعادة تصور جديد للعلاقات الدولية والإقليمية من خلال إعادة تأسيس لمفاهيم جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نصل إلى مرحلة الخلاصات، وهنا يجب يعني تثمين الفرص والإيجابيات التي يقترحها الذكاء الصناعي واستثماره في مجال القانون الدولي لمعالجة مجموعة من القضايا التي يهتم بها القانون الدولي، وكذلك يجب العمل على وضع إطار قانوني وأخلاقي صارم ينظم استخدام التكنولوجيا في السياسات والعمليات العسكرية والعلاقات الدولية، ولا محيد عن هذه العملية، حتى يعني يمكن
الاستفادة بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد، كذلك يمكن أن العمل على تطوير القوانين والمواثيق والاتفاق وعقد اتفاقية الدولة، تعزيز استخدام التكنولوجيا الذكية في مجال القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان وضمان عدالة فعالة. كذلك هناك أن الخوارزميات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم بناؤها وتأسيسها على قيم وقواعد أخلاقية كونية مشتركة، حتى لا تكون مخرجاتها كذلك يعني مخرجاتها يمكن أن تسبب ضررا، تسبب مخاطر أو تهديدات تجاه المجتمع الدولي. كذلك الاهتمام بالأمن السيبراني لأنه أداة أساسية لحماية المنظمات والمجتمعات والحقوق والعدالة الدولية، على اعتبار أن البيانات القانونية والمعلومات الحساسة هي متواجدة في حضن البيئة الرقمية، وبالتالي يجب حمايتها من الاختراقات الأمنية والاستخدامات غير المصرح بها. كذلك هنا يجب المزيد من التعاون الدولي والتنسيق والتشاور وعقد لقاءات دولية لاستخدام الذكاء الصناعي، ونلاحظ من خلال يعني توصية الأمم المتحدة من خلال عدة مؤتمرات ولقاءات أنها أوصت بالعمل على وضع إطار قانوني وأخلاقي يحافظ على الذكاء الاصطناعي وينظم مخرجات الذكاء الاصطناعي، حتى لا تكون هناك مخاطر وتحديات تضر بالمجتمع الدولي. ويعني هذه من بين يعني الأمور الأساسية التي يجب العمل عليها حتى نستفيد بشكل جيد من القانون، من الذكاء الصناعي ومن القانون الدولي. في خلاصة هذه المحاضرة، نظرا للإيجابيات والفوائد الكثيرة والمتنوعة التي يفرزها ويوفرها الذكاء الصناعي، فلا بد في جانب آخر من دعم تحسين هذه الفرص والإمكانيات وتحسينها لتوفير مزيد من الحلول والإمكانيات وتحسينها لتوفير مزيد من الحلول الفعالة والناجعة لمعالجة مختلف القضايا العالمية والإقليمية. وكذلك في جانب آخر، لا بد من العمل المشترك من أجل إيجاد حلول للتحديات والمخاطر التي يهددها. طيب أستاذ صفا، بارك الله فيك، نفتح باب المناقشة، ومن ثم إذا استطعنا أن نتواصل معه إن شاء الله يعني تكون محاضرته جاهزة. نعم تفضل إن شاء أستاذ. الله، تمام، بارك الله فيكم أستاذ عدنان. تفضل مداخلة الأستاذ الأخ بو سلمان، تفضل بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لهذه الندوة المباركة، ما أحوجنا لمثل هذه الندوات التي بالفعل تسلط الضوء على موضوع مهم جدا، وهو سن القوانين اللي تنظم عملية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويعني ضرب العواقب لمن تسول نفسه في الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي. فالسؤال اللي يطرح نفسه، ماذا لو وقع الذكاء الاصطناعي في يد الهاكينج؟ وهو وقع في يدهم يعني، لكن إلى الآن ما بعد تتضح المخاطر. ماذا لو وقع في يد المجرمين يعني، حتى في اللي هو انتهاك الحقوق، التحيز، عدم العدالة، يعني نجده حتى في الرد في أكثر من نموذج. لاحظنا أن الذكاء الاصطناعي يميل إلى عرق عن الآخر. فهذه المشاكل يعني الحمد لله ان بشرنا الدكتور ان في الاتحاد الاوروبي في قانون واضح ان شاء الله راح يظهر خلال الاشهر القادمه وخلال سنه، وراح ان شاء الله يمشي على خطاه باقي الدول وباقي المنظمات. ايضا عندنا احنا كمسلمين، صراحه انا لاحظت ان الذكاء الاصطناعي انا اتوقع انه ما راح يعتبر عند الدول الاخرى انتهاك، او هو الخلط ما بين الايات، تشوفه ياخذ ايه، جزء من ايه، ويدخلها في آية ثانية. حتى الأحاديث النبوية الشريفة بنفس الكيفية، تلاحظ أنه يولد لك حديث ويخلط لك بحديث آخر. هذه مشكلة كبيرة صراحة، نحتاج أيضا وقفة كاملة ضد هذا التوليد. هذا ما لدي، شكرا لكم على هذا النقاش المبارك وهذه الندوة المباركة. بارك الله فيك أستاذ أبو سلمان على هذه المداخلة القيمة، جزاكم الله كل خير. ونستأذن من حضرات الدكتور
أي يعني دكتور مشارك معنا يرغب أن يتداخل بإمكانه رفع اليد للمداخلة. نعم، مداخلة الدكتور إبراهيم. تفضل دكتور إبراهيم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أني أتقدم بالشكر الكثير لمن أدار هذه الندوة، وكان الأساتذة الأفاضل قد طرقوا بابا مهما جدا، وكان الدكتور الشوبكي قد تكلم على المخاطر الحقيقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. والحقيقة أنه جهود الساسة وصناع القرار في تشريعات وقوانين القوى الفاعلة، وأقصد بالقوى الفاعلة هي في مجال الذكاء الاصطناعي اللي هو الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، جمهورية الصين الشعبية. من خلال دراستي لبعض التشريعات التي سنتها هذه الدول، تركزت جهودهم حول خلق بيئة تحفز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية والاقتصادية لضمان القدرة التنافسية والبقاء في طليعة التطور التكنولوجي. يلي ذلك التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، بينما يأتي في ذيل القائمة الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يتوافق مع قيم ومصالح كل دولة. الحقيقة أنه مجال الذكاء الاصطناعي مجال واسع وكبير جدا. المشكلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي هي في عدم اليقين، والسباق والتنافس والصراع بين الدول الفاعلة هي المشكلة الحقيقية. كان في تشبيه جميل في كان في جلسة في مجلس الأمن في مجلس الأمن في أعتقد في 23 يوليو 2023، كانت أولى جلسات للحديث عن الذكاء الاصطناعي في تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كان في جدال واتهامات بين الدول الفاعلة هذه حول استخدام الأسلحة المستقلة والروبوتات القاتلة، وكان يوجه الاتهام الغرب يوجه الاتهام لروسيا في حربها على أوكرانيا، وفي المقابل كان هناك رد عنيف من مندوب الاتحاد الروسي للغرب بأنه يستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدمير الدول أو لخلق مشكلات اجتماعية وتقويض الأمن والاستقرار في الدول. كان في تلك الجلسة كان للمندوب الروسي تشبيه جميل، يعني فقد قال في هذه الجلسة أنه يجب منع هذه التكنولوجيا من التحول إلى حصان بري هارب. وفي ختام كلمتك أشار إلى أنه المجال العسكري قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة وشكل الحرب، وأنه يجب على جميع البلدان التمسك بسياسة دفاعية مسؤولة. الحقيقة في صراع وتنافس وفي كسر عظم. الحديث عن قوانين حول الذكاء الاصطناعي عملية معقدة، لأنه تخيلي أنه الاتفاق أو القانون الذي أشار إليه الدكتور الشوبكي الخاص بالاتحاد الأوروبي هو اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي وبين الاتحاد الأوروبي في نقاط معينة، ولو تمعنتم جيدا في ما ورد في هذه النقاط، وكان يعني سريانه زي ما قال الدكتور الشوبكي سيبدأ يعني في 2025، يعني كارثة للدول النامية أو الدول التي لا زال عظمها طري في مجال الذكاء الصناعي بكل المقاييس. يعني أنا أرى أنه الركون
للتشريعات الأوروبية وتشريعات القوى الفاعلة هذه، واعتبارها نموذج لنا كلام خاطئ. الأوروبيون في يعني استمرت نقاشاتهم، وقانون بعد قانون، وقانون لا يوافق عليه الاتحاد، وقانون يسنه البرلمان الأوروبي ويعترض عليه، والمفوضية لا ترجعه. يعني من 2025، من 2015 عفوا إلى 2023، ووصلوا أخيرا إلى اتفاق مؤقت. اتفاق مؤقت يضمن تفوق الشركات الأوروبية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى حدث في قبل هذا القانون، أو قبل الاتفاق المؤقت اللي صدر بينهم، بين الاتحاد الأوروبي والبرلمان، إنه اعترضت إيطاليا، اعترضت فرنسا، اعترضت ألمانيا، وكاد مشروع القانون يعني أن يلغى أو أن يتم تأخيره، بسبب أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ضغطت على الاتحاد الأوروبي أن يكون لشركاتها الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نصيب من الكعكة. الآن القوى الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي تقسم العالم إلى كعكات، كل قوة تحاول أن تسيطر قدر الإمكان على هذه الكعكة. أين نحن من هذا؟ نحن فقط نرى تشريعاتهم ونعتبرها يعني بأنها ملهمة. ليست ملهمة، المشرع الأوروبي حاول أن يضع، يعني تخيلوا أنه في الاستثناءات التي أوردها القانون الأوروبي أو الاتفاق المؤقت في أعتقد في 9 ديسمبر 2023، يعني انتهاكات للمواطن الأوروبي واستخدام الأنظمة البيومترية واستخدام المراقبة الجماعية واستثناءات لسلطات إنفاذ القانون لاستخدامها في مواقف معينة، أو في عفوا دكتور انقطع الصوت. هي تسمعيني؟ نعم الآن. ترك بالنسبة لل... ل... 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 لسريان القانون هذا، ترك المجال للشركات الأوروبية للعبث في كل، يعني لم ينظم أي لم يعني يعملوا أي تنظيم للشركات العاملة خارج إطار الأوروبية، اللي هي جنسيتها أوروبية، خارج إطار الاتحاد الأوروبي. بمعنى أن الدول العالم الثالث، الصوت ينقطع دكتور. أيوة الآن، نعم ألو، تفضل. أيوة، نعم نسمعك. يعني ترك المجال للشركات الذكاء الاصطناعي أو الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الأوروبية للعبث بمقدرات الشعوب والأمم والأخرى، وإتاحة لها المجال دون ضوابط، دون لوائح تنظم هذه. نعم دكتور لازلتم إبراهيم. تسمعوني؟ نعم دكتور إبراهيم، أيوة الصوت يتقطع. دكتور، بس لو إن تختصر كان بارك الله اختصار، فيك، إذا كان في يعني من اختصار. الوقت. نعم طيب، اللي النقطة اللي أنا أركز عليها، أنه يجب أن ندرس تشريعات الذكاء الاصطناعي في كل الدول الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونخرج ب دولنا وشعوبنا نحن. يعني لا يجب أن نركن للقوى الفاعلة. القوى الفاعلة الآن تتصارع في مجلس الأمن، تتصارع في الحروب المحدودة التي الآن موجودة على الخارطة الدولية. الأمم المتحدة تقف عاجزة، يعني كل ما تستطيع فعله هو مبادئ اختيارية لمن يريد، وليست إلزامية. هذا ما أردت أن أوضحه، وشكرا. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم على هذه المشاركة.
ناخذ مشاركة دكتور بكاري. عفوا دكتور بكاري تفضل باختصار لو سمحت لضيق الوقت. تفضل دكتور بكاري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور نعم، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك الآن تفضل. أشكر الأساتذة على المداخلات القيمة فيما يخص القانون الدولي والذكاء الاصطناعي. الشيء فيما يخص هذا الذكاء الاصطناعي، يعني من يتحمل مسؤولية ظهور يعني هذا الذكاء الاصطناعي؟ وهل للدول يعني دور، يعني هل للدول دور كبير في ظهور هذا يعني المصطلح يعني الذكاء الاصطناعي؟ كذلك يعني الإشكال فيما يخص هذا الذكاء الاصطناعي، الإشكال في تطبيق القوانين ما دام أن هناك قانون دولي ولا يطبق، بالتالي ماذا يجب على الدول العربية، يعني ماذا يجب عليهم، أو ما هي القوانين التي يجب أن تتبعها الدول العربية فيما يخص يعني هذا الذكاء الاصطناعي؟ وهل هناك تجريم يعني من طرف القانون الدولي يعني مثلا حفظ البيانات بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للمؤسسات، بالنسبة للشركات؟ كذلك يعني القضية أصبحت يعني بالنسبة للدول العربية أظن أنها قضية إيديولوجية، يعني تم استعمال مثلا الذكاء الاصطناعي في الحرب على أوكرانيا، استعمال الذكاء الاصطناعي في غزة، بالتالي من يتحمل مسؤولية الأرواح التي تقع مثلا في غزة أو تقع في أوكرانيا، مع أن هناك يعني قانون دولي يقول أن هناك ديمقراطية، أن هناك احترام للقانون الدولي، أن هناك كذا، أن هناك كذا، وبالتالي هذه الدول الأوروبية لا تراعي لا القانون الدولي ولا تراعي قيمة البشرية، أن ما حدث مثلا يعني في غزة لم يحدث لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية، يعني هو يبقى الإشكال يعني من يتحمل هذه المسؤولية، أو من يتحمل مسؤولية يعني الذكاء الاصطناعي ومسؤولية الجرائم أو تطبيق القانون الدولي؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور بكاري على هذه المداخلة. نأخذ مداخلة أخيرة. تفضلي الأخت شيماء، تفضلي بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأخلص صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأبارك لكم هذه المنصة الرائعة اللي تجمع صوت العرب والمفكرين العرب والعلماء العرب والأساتذة الموقرين. أعرفكم بنفسي شيماء قيس قاسم العزاوي، جامعة تقني الشمالية من الموصل. بعيدا عن كل الألقاب والمسميات والشهادات، ما تم تداوله اليوم على هذه المنصة الراقية والرائعة كأنه يحدد مسار الحضارة الجديدة التي تكلم عنها طبعا الدكتور، وأنا أؤيد الدكاترة فيما يقولونه. فلربما يعني كمقترحات صغيرة، يعني أنا طبعا من الموصل فشوية أتحمل اللهجة. أولا كأنه إحنا هسه تبدينا بمنطلق ثقافي جدا رائع عن طريق منصة أريد. فهذه المنصة إذا كانت مباركة بشكل كامل وجدي راح تغلب وتميز الذكاء البشري عن الاصطناعي، وفعلا تبدي مشروع جديد بأنه هي أيضا تضع وتخلي الأساتذة اللي هم أصلا أصحاب الحضارات اللي انطلقت للعالم توضع الشرائع والقوانين. إحنا لسنا بحاجة للأوروبيين يضعون لنا قوانين والتشريعات، وتجي روبرتاتهم أيضا تحط لنا قوانين وتشريعات وما أنزل الله بها من سلطان. فأشد على يد الدكتور اللي قبلي اللي حكى أنه قوانينهم لحد الآن ما طاقت توقف الحرب على غزة وفلسطين، ولا أن تتحق لأي واحد، ولا هاي من ضمن حقوق الإنسان. فكيف إذا جاءت روبورتات بقوانين معاكسة ومغايرة للخوارزميات؟ مهما كانت العقل البشري هو الأفضل والأمثل.
لربما هي تكون مساندة. فأنا أتمنى من منصة تريد أنه تفتح هذا الباب الثاني وتكون هي يعني شعلة انطلاق لهذا البرنامج. ثانيا، إذا حاولنا ومثل جارينا الوضع السياسي والدبلوماسي وكل الأشياء وقلنا وانصعنا كما دائما، فلا بد من وجود جواز دخول هذه التشريعات لنا، انه لا بد من اكو تاشيره، لا بد ان نقف ونضع نقطه، وانه لا بد من ان يكون هذاك الحاجز هناك من يعبر للتفتيش ومعرفه ما هي ولماذا. فنحن فقط عن نستقبل الفيروسات، يعني احنا فقط العالم العربي بعيدا عن التطورات اللي دا تصير حاليا، لكن الفيروسات اللي دا نتقبلها وشبابنا اللي دا يعني يستقبلها اتاثر عليه بشكل جدا سلبي، بحيث انه بدت، لان احنا بلدان العالم الثالث مو كلتنا مبتكرين ولا كلتنا علماء ولا كلتنا مفكرين، احنا يعني الشباب دا تاخذ اتجاه مغاير جدا للعلم، خاصة انهم انتشار البطالة، وانهم دا يريدون يثبتون قدراتهم، قدراتهم عتموت امام هذا الموبايل واللابتوب وغيرهم من الاجهزة الحديثة ومواقع التواصل، مع احتراماتي بها، اللي تنبث بها الاشياء الغير لائقة والتافهة. فلهذا فرضت عليكم، لان انتم اصحاب الشهادات واصحاب العلم، انه بهذه الجهاد فيها انه تمنعون هذه الاشياء. كيف؟ انه احنا ايضا نشرع لنا قوانين ونعتبر ان هناك جواز يحد من دخول هاي الاشياء لنا. واشكركم جدا، وانا ممنونه جدا لك دكتوره صفا والدكتور سيف، واشد على ايديكم، عربي بالتوفيق. نشكرك الشكر الجزيل أخت شيماء قيس من الجامعة التقنية الشمالية على هذه المداخلة، بارك الله فيك. وحضورنا الكرام، وصلنا معكم إلى فقرة ننتقل معكم إلى أي مشاركة جديدة لأي من الأساتذة الأفاضل إن رغب أن يضيف أي معلومة قبل أن ننهي إن شاء الله. نعم، الأخ أبو سلمان تفضل. الله يعطيكم العافية، بس حتى لو أطيل، طبعا هو المنع الكامل والقمع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثلا عند طلابنا، احنا بما أني أنا أنتمي إلى مجال التعليم كمعلم، هذا أسلوب راح يعني يزيدهم إقبال بطريقة وأخرى على الذكاء الاصطناعي. أتذكر في جامعات في ألمانيا يعني قننت استخدام الذكاء الاصطناعي، قالت الموقع الفلاني والموقع الفلاني تستخدمونه بنسبة 100% في توليد الأبحاث، المقالات، الإجابة على الواجبات، وفي مواقع تستخدمونها بنسبة 50%، وهذه المواقع يمنع استخدامها تماما. يعني أتاحت المجال لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ما منعته بالكامل. ما نريده بالفعل هو سن القوانين، سن القوانين، سن القوانين اللي بالفعل تنظم عملية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي مثل ما هو عنده بعض المساوئ، لكن بكل أمانة قلل عندنا اللي هو الوقت، زاد الإنتاجية، هذا هو الوتيرة الجديدة في التحول الرقمي، ما نقدر نوقف ضد التيار. شكرا لكم. بارك الله فيك أخنا الأستاذ أبو سلمان على هذه أستاذ صفا، نعم قطع معك. الصوت. نعم نعم تفضل. تمام، أعتقد خلل فني. وأيضا نشكر حضورنا الكرام، نشكركم الشكر الجزيل، ونشكر سعادة الدكتور تركي مهيوب رئيس وحدة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية من جامعة تعز الجمهورية اليمنية على حضوره معنا لهذه الندوة العلمية. وأيضا نشكر شكرنا الموصول لكم حضورنا الكرام، وشكرنا الجزيل للكوكبة الطيبة من العلماء والخبراء والمشاركين والمتحدثين في هذه الندوة المميزة للقانون الدولي والذكاء الاصطناعي. ونشكركم جميعا على حسن المشاركة والمداخلات القيمة لحضراتكم. ننتقل معكم الآن لسعادة الأستاذ عدنان قلعتي ليشرح لنا إضاءات في كيفية تحميل شهادة الندوة لهذا اليوم. مشكورا مأجورا، تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية.
شكرا أستاذة صفا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم، وكل الشكر موصول لرعاة هذه الندوة العلمية جامعة تعز في الجمهورية العربية اليمنية، وكذلك وقف الذكاء الاصطناعي ومنصة أريد العلمية. وأيضا شكرنا لجميع الأساتذة المشاركين، الدكتور خالد والدكتور صالح وأيضا الدكتور محمد الشوبكي، وكل الشكر للدكتور المهندس المعماري الدكتور علاء قاضي، وشكرنا الموصول للدكتور عبد الهادي الخضراوي، فجزاهم الله عنا كل خير. أحبتنا الكرام، وصلنا لطريقة أو لفقرة طريقة الحصول على الشهادة لهذه الندوة، وقد تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات لمن كان لديه طريقة الوصول السريع إلى الشهادة، فيقوم مباشرة بالضغط على الرابط فينتقل بعدها إلى الشهادة مباشرة. أما بالنسبة للأعضاء الجدد الذين لم يسجلوا بعد في منصة أريد العلمية، فسنشرح سوية طريقة الحصول على الشهادة. نكتب في محرك البحث جوجل منصة أريد العلمية، فتظهر لنا بهذه الصورة بحلتها الجديدة. وبالنسبة للأعضاء، فالأعضاء المسجلين في المنصة فبإمكانهم فقط الضغط على تسجيل الدخول. أما الأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد بركب المنصة فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا، تجدون في أسفل الشاشة سجل مجانا، ويتطلب الأمر وضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد الإلكتروني الفعال وتأكيده وكلمة المرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها. بعد ذلك نضغط على زر التسجيل، ترسل المنصة رابطا لتفعيل الاشتراك، ومباشرة نصبح أعضاء رسميين في المنصة. ننتقل بعدها إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أريد أو ما يسمى بالحائط، وتشاهدونه بهذا الشكل. نختار من الطرف الأيسر للشاشة نظام عليم. نظام عليم، نقوم بالضغط عليه فننتقل مباشرة إلى أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم. نختار منها المحاضرات القادمة فننتقل إلى المحاضرات التي ستقدم وقدمت في المنصة. نختار الندوة التي نحن بصددها، القانون الدولي والذكاء الاصطناعي. نضغط على الرابط فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالشهادة، وتشاهدون قبل ذلك زرا مكتوب عليه التسجيل فنضغط عليه، ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة فتظهر لنا إصدار الشهادة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. وهذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 10 دولار فقط، وهذه الرسوم لأجل استمرارية المنصة. نعم أحبتنا الكرام، نضغط عليها فتظهر هذه الصفحة أمامكم سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. نقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية فيقتطع ذلك من رصيدنا، ومن ثم ننتقل مباشرة بعدها إلى النموذج الخاص بالشهادة، وهذا هو النموذج واضح أمامكم. هذه بالنسبة للغة العربية، وهذا بالنسبة للغة الإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، أيضا لمن كان يمتلك العضوية الاحترافية فبإمكانه تحميل جميع الشهادات مجانا. بالنسبة للأعضاء الذين يسألون عن طريقة تعبئة الرصيد، فلكل عضو من الأعضاء في منصة أريد العلمية توجد علامة الزائد في أعلى الشاشة، نضغط عليها فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق للتعبئة منها عبر أعضاء أريد وشركاء الحوالات المالية وغيرها من الطرق، ويوجد أيضا فيديو توضيحي لهذه الطريقة أو لهذه العملية. أيضا ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه بإذن الله سوف نقوم غدا برفع التسجيل لهذه الندوة على الموقع الخاص للمنصة على اليوتيوب والذي يظهر أمامكم الآن. نعم أحبتنا الكرام، تشاهدون فيه جميع المواضيع أو الندوات والورش التي قدمت في الأيام الماضية، تجدونها على المنصة، وبإمكانكم الدخول إلى المنصة
والتسجيل فيها والضغط زر الاشتراك يصلكم كل جديد من إشعاراتنا. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفقرة، ونختم مع الأستاذة صفاء هذه الندوة المباركة، فتفضل أستاذة صفاء لكم الصلاحية. جزيل الشكر والامتنان والتقدير لكم أستاذ عدنان قلعتي على هذا الشرح الرائع والتقديم المميز. زادكم الله توفيقا وتقبل منكم صالح الأعمال. وصلنا معكم حضورنا الكرام لختام ندوتنا العلمية لهذا اليوم. نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما تم تقديمه وطرحه من الأفكار والمشاركات القيمة. فالقانون الدولي هو الضمان لتنظيم العلاقات بين الدول في عصر الثورة التكنولوجية، ولأن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة صياغة مفاهيم القانون الدولي لمواكبة هذه التغيرات لتحقيق مستقبل مشرق وزاهر للأفراد والمجتمعات. وندعوكم للانضمام معنا لمنصة أريد الدولية لمتابعة كل جديد ومميز يهتم بتطوير المجتمعات من محاضرات وبحوث وندوات علمية جديدة. نلقاكم على خير ودمتم متألقين ومبدعين، ولا تنسوا الاشتراك في مواقع المنصة ليصلكم كل جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم.